مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وبنبدأها بأخبار فريق كرة القدم واستعدادات كمان المسؤولين في النادي، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، واللي أكلت إليه بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة مهمة الإشراف على ملف كرة القدم وإعادة بناء فريق الكرة وإصلاح منظومة كرة القدم بما يحقق طبعا الشكل المأمول والنتائج المرجوة على مستوى النادي وأعضائه وجماهيره، مع كمان الدور المهم اللي بيلعبه بالمشاركة مع الكابتن محمود الخطيب مدير الكرة في نادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكل ما سوف يتم العمل على تحقيقه وإنجازه في الفترة اللي جاية، وما تم بالفعل من خطوات خلال الأيام اللي فاتت، والمؤشرات وقراءتنا لفرص فريقنا إن شاء الله في المنافسة على بطولة الدوري والاستعدادات للمشاركات الدولية في الفترة اللي جاية، وبشكل خاص النسخة القادمة إن شاء الله واللي هتبدأ قريبا جدا من البطولة الأفريقية أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم. حلقتنا النهاردة هتكون فقرتها الأولى حوار تفصيلي عن الدوري المصري، أسئلة كتير جدا هتكون موجهة إلى ضيفنا ولاعب النادي الأهلي سابقا الكابتن حمادة مرزوق، وهنسأله عن رؤيته للمشهد ومستوى المنافسة في الدوري المصري وفرص النادي الأهلي وتوقعاته كمان في ظل الخطوات اللي بيقوم بها مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي والتطوير على مستوى فريق الكرة، سواء بتصعيد كوادر جديدة أو عناصر شابة أو استغلال طاقات وتفجير طاقات مجموعة من اللاعبين، الكل أجمع أنهم متميزين وما كانوش يعني ما كانش في استفادة بيهم بالشكل الأمثل أو كما ينبغي في الفترة اللي فاتت، أو عن طريق الإضافات والأسماء الجديدة من خلال التعاقدات اللي بتتم خلال هذه المرحلة. فقرتنا الثانية بعد استضافة كابتن حمادة مرزوق هنتابع من خلالها زي ما حضراتكم عارفين اللي مختص في قناة الأهلي بملف المتابعات للدوريات الأوروبية ولاعبين المحترفين خارج مصر والمنافسات، وأيضا شكل التنافس وأخبار الأندية العالمية والدوريات في العالم كله، زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين، وإن شاء الله تكون تغطية متميزة كعهدنا بهذه الفقرة والشكل اللي بيتناول به زميلنا عمر كل هذه الملفات الدولية في عالم كرة القدم، إن شاء الله تكون فقرة متميزة وتنال رضا كل مشاهدينا متابعي قناة الأهلي داخل وخارج مصر. هنتكلم عن مجموعة من الأخبار المهمة الفترة اللي جاية في تركيز على تحقيق إنجازات تسعد وترضي الجماهير أعضاء النادي وجماهيره وتغير من شكل الأداء والنتائج للأفضل، وبدأت المؤشرات الحمد لله من المباراة اللي فاتت ومن التعاقدات اللي بيعلن عنها، سواء التجديد لبعض الأسماء المؤثرة والمهمة جدا بإجماع الآراء وإنهاء أي مشكلات ممكن تعطل الاستفادة بطاقة أي لاعب مهم زي مؤمن زكريا على سبيل المثال اللي بالفعل تم تجديد تعاقده بعد جلسة جمعته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، ومن خلالها تم الاتفاق بين الطرفين وأكد كل طرف على تمسكه بالطرف الآخر في الاستمرار وفي العلاقة الطيبة جدا اللي بتجمع اللاعب بناديه واحترامه وتأكيده على حبه للنادي الأهلي وانتمائه لهذا الكيان العريق، وأيضا تأكيد مدير الكرة وجلسته من أجل وضع التصور الخاص بالتعاقد وفترته وقيمته وكل التفاصيل الاحترافية المعروفة لحضراتكم طبعا، إنها أيضا رأيه اللي بيمثل النادي الأهلي والمسؤولين فيه إن مؤمن لاعب متميز فنيا وإضافة كبيرة استمراره مع الفريق وتمسك النادي بلاعبه والبحث عن الأفضل لمصلحة الطرفين. كمان التعاقد مع لاعب شاب زي محمد محمود وأسماء أخرى قادمة إن شاء الله في اجتهادات كثيرة جدا سواء في المواقع أو وسائل الإعلام الرياضي، كل ده اللي بيحسمه هو ما يعلن عنه رسميا عن طريق النادي الأهلي، لأن احنا تعودنا في الفترات اللي زي الفترة دي بيكون فيها الإنجاز بيعلن عنه بعد إتمامه وبعد الانتهاء منه بشكل فعلي والعمل بيجري في كتمان وفي سرية تامة. النادي كان اتفق على ان سيناريو هذه المرحلة هيجمع كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وان هم اللي بيتولوا وضع السيناريو او الرؤية والتصور الخاص بهذه المرحلة وعلاج اي قصور خاص بمنظومة كرة القدم في النادي الأهلي والبحث عن افضل الحلول في الفترة الجاية. كمان في تصريح مهم جدا لمدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ قال من خلاله ان النادي الأهلي عنده رؤية واولوية قصوى هي بناء فريق للمستقبل ممكن ينجز ويحقق نتائج طيبة جدا محليا ودوليا لسنوات قادمة إن شاء الله، والنزول بمتوسط أعمار الفريق ومعدل أعمار اللاعبين وإيجاد فريق شاب وبطل في نفس الوقت وعنده حصيلة من الخبرات تمتزج مع قدرات الشباب في الفريق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، لكن
وايضا الكلام لسه على لسان مدير الكره في النادي الاهلي انه ده لا يتنافى مع فكره ان النادي الاهلي دائما ابدا حتى في فترات الاحلال والتجديد لا يتنازل عن رغبته في المنافسه على كل الالقاب والبطولات اللي بيشارك فيها، وبالتاكيد البطوله المحببه والمفضله لجماهيرنا الدوري المصري. عشان كده المعادله الصعبه هي تجديد الفريق وتحسين الاداء والنتائج والنزول بمعدل الاعمار او متوسط اعمار اللاعبين وبناء فريق شاب يستطيع ان ينافس لسنوات قادمه محليا ودوليا، مع عدم اهتزاز النتائج ان شاء الله في الفتره الجايه، ومع تميز الاداء والحفاظ على القدره على المنافسه والحصول على الدوري العام المصري هذا الموسم ان شاء الله. هي دي المعادله الصعبه، وهو ده الامر اللي تحقيق الهدفين بشكل متوازي او في نفس الوقت بيكون طبعا امر بالغ الصعوبه. المعلومة الدقيقة زي ما قلنا لحضراتكم بتعلن وبتكون محصورة بين طرفين، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ، إلى أن يعلن عنها من خلال القناة أو من خلال الموقع الرسمي للنادي أو المتحدث باسم النادي الأهلي أو أي شخص له صفة رسمية للحديث باسم النادي الأهلي في موعده وفي حينه، بتكون المعلومة المتاحة أن تخرج للرأي العام وللإعلام الرياضي وللجماهير ومحبي النادي الأهلي. في مشاورات في كافة الاتجاهات، في اتفاق على أن يكون المدير الفني في المرحلة الجاية اللي هيتم الإعلان عنه إن شاء الله خلال ساعات أو خلال أيام قليلة على أقصى تقدير، على مستوى عالي جدا وعلى درجة عالية من الكفاءة، وله سابقة أعمال أو إنجازات وسيرة ذاتية طيبة جدا، ومؤشرات بالأرقام بتقول إنه هيكون إضافة وعلى مستوى طموحات وتطلعات المسؤولين والجماهير في النادي الأهلي. ايضا في حاجه تانية هننتقل اليها دلوقتي، نتكلم عن مجموعه من الاخبار الموجوده معانا عن الفريق. طبعا اول خبر معانا هو تجديد عقد مؤمن زكريا 3 سنوات، بعد فتره كان مثار فيها جدل في الوسط الرياضي عن عدم مشاركه مؤمن زكريا، لكن في النهايه قلنا انه تم البحث عن افضل صيغه تعاقديه تحقق ما يرضي اللاعب ماديا وادبيا وقيمته كلاعب وامكاناته الفنيه سواء مع الاهلي او منتخب مصر، وما ايضا تحقق رؤيه النادي والبحث عن المعادله اللي تحقق الصالح العام او الافضل لمصلحة الطرفين النادي الأهلي ونجمه مؤمن زكريا. وبالتأكيد هو إضافة كبيرة جدا، وإن شاء الله نستفيد به بالشكل الأمثل، ويكون وجوده في الملعب نقطة إضافية أو نقطة إيجابية جدا مع العناصر الموجودة في الفريق في الفترة الجاية، وكمان يعود بقوة للمشاركة بشكل إيجابي ومؤثر مع منتخبنا الوطني. عمرو جمال مهاجم النادي الاهلي طبعا بيتكلم عن انه اولويه الاختيارات عنده للنادي الاهلي، وانه بيترك القرار في الفتره الجايه للمسؤولين في النادي سواء بالاستغناء عنه او التمسك به واستمراره مع النادي او احتياج النادي له فنيا او اتاحه المجال له لاختيار اي تعاقد او اي فرصه اخرى تكون متاحه له خارج النادي الاهلي. وبيقول انه الاولويه عنده في اختياراته دائما ابدا هي بقائه داخل صفوف النادي الاهلي ووجوده مع هذا الكيان اللي بيحبه ويحترمه كثيرا، ويتمنى انه يكون جزء من منظومه المجموعه متميزة من اللاعبين أو مجموعة اللاعبين اللي بنتمنى جميعا أنها ترتقي بالأداء والنتائج وتحقق كل ما هو مرجو على مستوى الجماهير المصرية والعربية المحبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله. طبعا ده هيحسم خلال الفترة الجاية، وهنعرف القرار وما توصل إليه النادي بالتنسيق طبعا مع مهاجمنا عمرو جمال. وايضا الشيخ واكرامي فيما يتعلق بالاصابات، الحمد لله اصبحوا جاهزين للمباراه اللي جايه مواجهه الجونه، وبيؤكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول في النادي الاهلي جاهزيه كل من احمد الشيخ وشريف اكرامي. طبعا شريف من عناصر الخبره ووجوده مهم جدا مع الفريق، في اوقات بيكون حارس المرمى سواء كان هو اللي بيقوم بالمهمه الاساسيه او حارس المرمى الاساسي في مرحله من المراحل او البديل في مرحله ثانيه، لكن دايما بنقول ان النادي الاهلي محتاج مجموعه من الحراس على درجه عاليه و متشابهة أو متقاربة جدا من الكفاءة ومن الخبرات، لأنه ممكن يعتمد على أي واحد من حراسه في أي وقت ويكون هذا الحارس على قدر المسؤولية. وأيضا أحمد الشيخ في نوع من الارتياح والتفاؤل بين الجماهير على الاستفادة به حاليا، وبالفعل أحمد الشيخ في ارتياح وقبول كبير جدا من الجماهير لفكرة ثقة الكابتن محمد يوسف والجهاز الفني حاليا في قدراته، وده اللي بدأ ينعكس على مؤشرات أدائه ونتائجه في الملعب، والكل بيتوقع منه وبيثق في إمكاناته أنه إن شاء الله يكون ورقة مهمة جدا من الأوراق الرابحة في النادي الأهلي. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر عن استعدادات وتدريب الفريق، مين جاهز مين حاضر مين غايب عن المباراة الجاية، والبرامج العلاجية أو مرحلة الاستشفاء واستكمال البرامج العلاجية لبعض نجومنا. معانا على الهاتف زميلنا مراسل قناة الأهلي شريف شعبان يقول لنا تفاصيل أكتر من خلال متابعته لتدريبات وتجهيز اللاعبين في النادي الأهلي.
خليني اقول لك يمكن الاهلي تدرب في التاسعه والنصف صباحا طبعا استعدادا لمباراه الجونه الاربعاء القادم. يمكن لاعبي الاهلي اللي شاركوا في مباراه بروجكت اكتفوا باداء تدريبيه بدنيه وجانب طبعا صغير جدا من الكوره، فالجهاز الفني فضل راحتهم خوف من الاجهاد طبعا لان المباريات مضغوطه الفتره اللي فاتت، كل ثلاث ايام مباراه، الهدف اللعيبه خلاص جاهزه نفسيا وجاهزه معنويا وجاهزه بدنيا ايضا يخوض مباراه الاربعاء، ففضل راحتهم ما زودش عليهم في التمرين. طبعا باقي اللاعبين شاركوا في تدريبات الكره عاديه جدا، وكان الراجل كابتن محمد يوسف طبعا مركز على التدريبات التكتيكيه والتدريبات التخصصيه على المرمى اكتر من اي تدريب، لان طبعا الاهلي بيوتر فرص كتيره جدا، فالراجل كان اشتغل جدا كتير النهارده تدريب تخصصي بالكامل على المرمى من العرضيات والاختراقات من العمق وفنش الهجمه وازاي تعرف فنش الهجمه. يمكن الراجل ما سافش حاجه النهارده الا ما اتعملت. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان انفرد بالثلاث حراس شريف اكرامي علي لطفي مصطفى شوبير، تدريب قوي جدا، تدريب على اعلى مستوى تالق فيه الثلاث حراس الى ان اصيب شريف بي مش هقول يعني يمكن كان جاله زي كدمه في اصبع اليد وبدات تورم، فعلى طول الجهاز الدكتور خالد محمود تدخل على الفور وتلج في اليد واكتفوا بالجري حول الملعب، ولكن اكد ان طبعا شريف جاهز جاهزيه تامه لهذه المباراه. والدكتور خالد قال لي شخصيا حاجات خفيفه جدا، بكره هيشارك في التمرين عادي جدا والورم هينزل ومش مشاكل خالص، وشريف حافظ على باقي التمرين في الجري حول الملعب. يمكن وليد سليمان النهارده غاب عن المران الجماعي ولكن اكتفى بتدريبات الجيم والتدليك. وليد سليمان اصلا جاهز بدنيا طبعا وفنيا، ولكن خوفا من الاجهاد عليه فضلوا تدريبات الجيم الخفيفه. تاهيل مستمر على اعلى مستوى، كابتن احمد فتحي، كابتن معلول، كابتن شناوي، صلاح محسن، اي التمرينات التاهيليه مستمره يوم بعد الاخر. المفاجاه ساره بالنسبه لي كانت، وطبعا باذن الله لجماهير النادي الاهلي، اجاييه بيخوض تدريبات التاهيليه بامتياز شديد، والاهلي وضع له برنامج بدني. الدكتور خالد اكد النهارده ان اجاييه في خلال يومين او ثلاثه هيشارك في تدريبات الكره بشكل طبيعي جدا، يؤدي كل التمرينات. هو الان بيجري تدريبات بدنيه فقط، برنامج تأهيلي فقط، أول ما يخلصه خلال يومين ثلاثة هيشارك عادي مع الفريق. النهارده شايف له حاجات، كل حركات الكرة بالرجل اليمين والشمال، الراجل ما شاء الله بجد نفسك الخشب ماشي كويس جدا وبينفذ البرنامج على أعلى دقة ومستوى كويس. ونقول يعني شابوه للجهاز الطب طبعا والبدني اللي أعده هذا الأداء القوي ورجعه من إصابة كانت كبيرة جدا. كان ليا لقاء مع الدكتور خالد محمود علشان خاطر اساله على الاصابات على حده كل واحد بالاخص، كل لاعب بالاخص. قال لي معلول باذن الله هيكون موجود في الملعب 15/12، احمد فتحي 10 ايام، اجاييه زي ما قلت لك يومين ويشارك في التمرينات بصفه طبيعيه جدا، الشناوي حوالي اسبوعين، صلاح محسن للاسف 4 اسابيع لسه. وطبعا الخبر اللي مع سعدناش واسمع سعادش جمهور الاهلي كان حسام عاشور اللي طبعا حصل له طبعا جزع في مفصل الكاحل وهيقعد 15 يوم ايضا عشان يرجع للملعب مره اخرى. يمكن دي كانت ابرز كواليس تمرين يعني الحمد لله. شريف احنا بنتكلم عن الارقام اللي قلتها لنا دلوقتي، تقول انه اجمالا ان شاء الله كل اللاعبين والقوه مكتمله للفريق وكل نجومه يبقوا القوه كلها مكتمله وموجوده عند الجهاز الفني كاختيارات متاحه امامه في المباريات خلال شهر من دلوقتي ان شاء الله، مع فكره طبعا قيد اجاييه في يناير. يعني مظبوط طبعا في شهر واحد باذن الله، يمكن الشهر ده هيعدي على خير باذن الله، يكون مستشفى النادي الاهلي، لان اصابه النادي الاهلي يوما بعد الاخر اللاعبين يمكن وصلنا ل 10 و11 لعيب باذن الله. الشهر ده يكون كل قصه الاصابات انتهت تماما، ومن اول واحد تكون جميع اللاعبين جاهزين، جميع اللاعبين تحت امر الجهاز الفني، جميع اللاعبين يخوضوا المشوار البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي بطوله الدوري. الاهلي حامل اللقب باذن الله، قادر على الفوز في مباراه الاربع ومحافظه على لقبه. طيب شريف، هل الحاله الايجابيه الموجوده، يعني الحمد لله ان الاخبار الايجابيه دلوقتي بتتوارد بشكل سريع جدا على النادي الاهلي، سواء على المستوى الاداري استكمال الصف بعوده الكابتن محمود الخطيب من رحلته العلاجيه، وان شاء الله يعني بيبدا مزاوله ومتابعه كل المهام الملقاه على عاتقه وكل ما هو ملقى على عاتقه سواء على ملف
مستوى ملف كرة القدم أو كل ما يتعلق بالقرارات الإدارية بشكل عام في النادي، التعاقدات الجديدة، تجديد عقود بعض اللاعبين أو الإضافات أو تجديد نجوم عقودهم زي مؤمن زكريا أو أسماء جديدة شابة زي محمد محمود، هل الحالة إيجابية بشكل عام أو هل في روح إيجابية منعكسة على تدريبات الفريق على الحالة النفسية والمعنوية للاعبين بشكل عام؟ خليني اقول لك ان الاول طبعا بنتمنى الشفاء للعاجل لنجم مصر طبعا محبوب الجماهير الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. النهارده الجميع كان في انتظاره، الجميع كان في انتظار كابتن محمود الخطيب. ناس نفسها تشوفه في النادي الاهلي، اللعيبه نفسها تشوفه، كل منتظره. النهارده كانوا كل توقع ان هو هيجي النهارده دلوقتي، ولكن الحاله الصحيه يمكن هو ما تواجدش النهارده في النادي. الكل يعني عنده شغب اللي هو يشوف الكابتن محمود الخطيب في النادي، ربنا يكرم باذن الله ويكون موجود بكره وبعد بكره على اكثر تقدير. يمكن الكل في انتظاره. خليني اقول لك الحاله المعنويه مع لعيبه النادي الاهلي اكثر من رائعه. يمكن الفتره الماضيه كانوا بيبحثوا عن فوز، فوز بتروجيت خلى الحاله المعنويه في ارتفاع شديد جدا. دلوقتي بيفكروا في الاداء، لازم الاداء يكون اقوى من كده، الاداء يكون احسن من كده هو مع الفوز ايضا والمحافظه على الفوز، لان النادي الاهلي تعود على الفوز في جميع اللقاءات. انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، يوم الاربعاء هتلاقي الاهلي شكل مختلف خالص. يوم الاربعاء باذن الله يكون في اداء وفي نتيجه تطمئن كل جماهير النادي الاهلي. بشكرك زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي ومتابعته للتدريبات واخبار الفريق، بشكرك جدا يا شريف. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الاخبار ايجابيه، وان شاء الله الفتره الجايه هتنعكس فيها التحركات والنتائج والتعاقدات، قرارات المسؤولين في النادي وملفات التجديد لبعض اللاعبين او اضافه اسماء جديده مع عوده المصابين، وهم طبعا لا يستهان بطاقتهم وقدرتهم على اضافه مستوى فني عالي جدا والتاثير الايجابي ان شاء الله على النتائج محليا ودوليا. كل الاسماء اللي بنتكلم عنها وعن غيابها في الفتره اللي فاتت مؤثره بشكل كبير على اي فريق له حساباته، في لاعبين بيقال عنهم عالميا في كل فريق مهما على شانه انهم كي بلايرز، لاعبين بيعتبروا مفاتيح لعب في الملعب وعناصر مؤثره جدا. اجاي، احمد فتحي، معلول، المحترفين دول وتاثيرهم الفني، خبرات لاعبين بحجم الخبرات المحليه والدوليه الكبيره لنجم زي احمد فتحي، كل الاوراق دي بترجع بقوه وبتدي افضليه او ميزه تنافسيه كبيره للنادي الاهلي امام المنافسين، وبتدي افضليه كمان للجهاز الفني وحريه اختيار وبدائل كتيره تخليه يقدر يلعب باكثر من طريقه احيانا خلال المباراه الواحده. وزي ما بنقول لحضراتكم احنا طبعا يعني انا عارف قصد شريف ايه من المصطلح ده وهو استخدم على بعض المواقع، لكن احنا ما بنتفقش مع المصطلح ده لما اشار او استخدم كلمه مستشفى، لان الناس يعني بعض الناس حاولت تنتقد النادي الاهلي انه كان في عدد كبير من المصابين. اكيد النادي الاهلي بمكانته وخبراته الكبيرة جدا بيراجع نفسه على كافة المستويات، التجهيزات الموجودة، الأمور اللوجستية، شغل الجهاز الطبي، تجهيز اللاعبين والشغل البدني، كل الأمور أكيد في النادي الأهلي بتاخد الشكل الأمثل والأقرب إلى أكثر الدول تقدما في عالم كرة القدم، لأنه لإجماع الآراء تجربته هي الأقرب عربيا وأفريقيا وعلى المستوى المصري كمان للتجارب الأوروبية في عالم الرياضة وكرة القدم بإجماع الآراء. لكن بالفعل كان في عدم توفيق لكثرة الإصابات في الفترة اللي فاتت، وأيضا من الأمور اللي بتسعدنا إن شاء الله إنه بتعود كل هذه الأسماء وتجهيزهم وظهورهم في الملعب بشكل يعني أمر مبشر وإيجابي ومطمئن للجماهير. إن شاء الله تكون القوة الضربة مكتملة وتنعكس على أداء الفريق مع رؤية النادي كمان والإضافات اللي من خلالها بيتم تجديد الفريق والإصلاح اللي بيتم كمان بعلاج أي قصور فني مع الأسماء الجديدة اللي هتكون قوة دافعة وضاربة في المباريات الجاية إن شاء الله. هنختتم أخبارنا قبل ما نستقبل بعد قليل ضيفنا في الفقرة الأولى كابتن حمادة مرزوق. طبعا اطمنا كمان على حسام عاشور ووليد سليمان كل النجوم أنه خلال شهر من دلوقتي بتكتمل كل الصفوف، وأنه الغيابات لا تزيد عن الفترة الجاية أو أبعد غياب في صفوف اللاعبين إن شاء الله حسب تأكيدات شريف شعبان مع تنسيقه والمعلومات اللي بيحصل عليها بشكل مؤكد وموثق من طبيب الفريق ومن الجهاز الطبي للفريق الأول، إن كل الصفوف بتكتمل خلال شهر ديسمبر إن شاء الله. وزي ما قلنا لحضراتكم أيضا قيد أجايب يتم في شهر يناير المقبل بإذن الله. خبر آخر بنختتم به هذه التغطية، كان في تصريحات للدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر من خلالها لوسيلة إعلامية عن أمنياته ورغباته بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري، وبعدها حصل تعقيب وصدر بيان رسمي باسم اتحاد الكرة وأعلم من خلاله المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن هذا التصريح يمثل بشكل شخصي الدكتور كرم كردي ولا يمت بصلة للمسؤولين أو لكيان رسمي هو اتحاد كرة القدم المصري، وأن هذا الرأي لا يعبر عن شخص الاتحاد إنما يعبر عن شخص فقط الدكتور كرم كردي بصفته كمواطن مصري أو مشجع للرياضة أو محب لنادي أو آخر.
وقال البيان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد على حيادية اتحاد اللعبة في جميع مسابقاته، وأن اتحاد كرة القدم بيقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، إضافة إلى أن المسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين. وأشار أيضا أبو ريدة إلى أن ما صدر على لسان دكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد من تصريحات حول أمنيته لفوز ناد بعينه بالبطولة كانت في إطار خارج تماما عن موقعه كعضو مجلس إدارة في الاتحاد، وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة. أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدوري، بل ويتمنى أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة وتطور الدوري المصري ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة. بشكل عام نعتقد أن الدكتور كرم كردي لو بيتكلم عن نفسه طبعا وأمنياته بشكل شخصي هذا أمر، أما لو كان بيعبر عن رأيه كعضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة فهو في هذه الحالة لم يكن موفق أكيد، يعني لأن الكل بيتكلم بصفته في أي هيئة بيكون على مسافة واحدة من كل المتنافسين ومن كل الأندية، لكن لو بيتكلم بصفته الشخصية كمشجع للرياضة أو لكرة القدم أو لنادي الزمالك أو أي نادي آخر فهذا أمر آخر. ودايما بسمع الناس بتختلط عليها الأمور إذا كان هذا التصريح أو ذاك بيعبر عن الشخص ولا عن المؤسسة اللي هو عضو فيها أو بينتمي إلى مجلس إدارتها. بهذا الخبر بنختتم فقرتنا الأولى، فقرة التغطية الإخبارية وأخبار فريقنا والتعاقدات ورؤية النادي للفترة اللي جاية إن شاء الله، وإن شاء الله الأمور تكون أفضل في كافة الاتجاهات ويعود النادي الأهلي بقوة للمنافسة على الدوري المصري وتزداد حلاوة المسابقة كمان زي ما بيقول حتى البيان وتصريحات المهندس هاني أبو ريدة باتساع دائرة المنافسة بين عدد أكبر من الأندية، وبالتأكيد ده يساعدنا جميعا لصالح الكرة المصرية ولصالح منتخبنا الوطني في المقام الأول. مشاهدينا فاصل ونعود، وبعد قليل هنستقبل ضيفنا في الاستوديو الكابتن حمادة مرزوق. قبل ما نبدأ دلوقتي وخلال الفاصل واحنا متوقفين مع الفاصل كنا بندردش مع كابتن حمادة مرزوق في انه سبحان الله يعني الامور ما بتفضلش على حال، ايام بتبقى الامور صعبة جدا، ده على اي مكان في العالم وعلى اي كيان وعلى اي انسان، كل الناس بتمر بفترات صعبة جدا وبعدها بتكون الامور بتتغير احيانا 360 درجة وبتكون افضل مما الانسان كان بيتوقع وهو بيمر بأزمة او بمشكلة. واعتقد المؤشرات بهذا الشكل مع النادي الاهلي حاليا الامور كانت صعبه قوي، في اصابه عدد كبير من اللاعبين، غيابات مؤثره جدا، النتائج ماشيه في اتجاه معاكس، حاله عدم رضا لدى المسؤولين في النادي والجماهير، الاعلام الرياضي مسلط الاضواء دايما وبيلتفت الى اخبار النادي الاهلي، ولو في اي اخفاق مع اسم النادي الاهلي وحجمه وتاريخه ونجاحه بتبقى في سبوت وفي بؤره ضوء كبيره جدا مسلطه على، يعني زي ما بيقولوا غلطه الشاطر بألف. الامور بتتحرك للافضل الحمد لله، وزي ما بيقولوا ان اخبار كتيره جدا بتغير الامور للافضل والدفه الحمد لله بتتحول للاتجاه الايجابي والامور افضل على مستوى كل شيء، والاخبار كلها ان شاء الله في الفتره الجايه تكون مطمئنه. وده اللي كان بيقوله انه عنده هذا الشعور ولديه هذه القناعه بان الفتره الجايه هتشهد تطور كبير جدا في شكل الاداء وفي النتائج في مؤشرات النادي الاهلي على مستوى الكوره وبشكل عام ان شاء الله. ضيفنا في الاستوديو لاعب النادي الاهلي السابق الكابتن حماده مرزوق، اهلا بيك وبرحب بيك يا كابتن حماده. اهلا بيك يا استاذ محمد. عايزينك تبدا بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده، تعليقك على ان الامور الحمد لله بدات مرحله تانية دلوقتي مع النادي ده. هو طبعا زي ما حضرتك قلت ان الفتره اللي جايه تفرق كتير جدا، هي بس المشكله في حاجه الناس لازم تصبر بشكل قوي علشان الناس زي ما هي ماشيه في الامور ماشيه كده بشكل سلس جدا الامور للاحسن. ممكن الفترة اللي جاية اللعيبة اللي هي المصابين ممكن يتأخروا شوية في دخولهم مع الفريق مع وجود اللعيبة اللي هتنضم إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، فواضح إن ممكن حوالي 15 يوم أو 20 يوم ممكن الفرقة بنفس المجموعة اللي موجودة دلوقتي هي اللي تكمل، بالتالي ممكن يبقى فيه حوالي 4 أو 5 ماتشات بنفس المجموعه اللي موجوده مش هيخش فيهم او معاهم الناس المصابين، فبالتالي لو في ال4 أو 5 ماتشات دول قدرنا او قدر النادي الاهلي ياخد اكبر قدر من الابناط هو ده المكسب الحقيقي مع اضافات مع دخول، لان اللي بعده اللي بعد المرحله دي هيكون اسهل ان شاء الله، يعني من يناير بتكتمل الصفوف بكل القوه الضربه للفريق. انت ممكن يبقى في فرقه تانية هتبقى موجوده في يعني اول يناير، يعني بتقول انه رؤيتك الفنيه انه لو نجحنا في عبور المباريات اللي جايه اللي خلال شهر ديسمبر
هتبقى ده اضافه جديده، فريق جديد كمان بيضاف للفريق. جدا، لان لو احنا النادي الاهلي قدر يحصد اكبر قدر من اللبناط خلال الاربع او خمس ماتشات اللي هتلعبوا خلال الفتره اللي جايه، هيبقى يعني هيبقى هدف مفترض ان هم هيكملوا على الهدف ده خلال الفتره يناير، لان هيخش معاك مجموعه من اللعيبه وهيحصل حاله من الاستقرار بشكل كبير جدا. عندنا صفقات جديده، عندنا تجديد لنجوم كانوا بعيد عن الصوره شويه الفتره اللي فاتت زي مؤمن زكريا، عندنا رجوع لاربع اسماء مؤثره جدا مع الفريق يعني جداً. محترفين الاجانب، ويعني بنتكلم طبعا ان احنا عندنا عناصر مؤثره زي معلول وخبرات طبعا دوليه، معلول واجاي ونجمنا احمد فتحي، يعني هذه المجموعه مؤثره جدا كمان. في كمان اللي هيخش معاهم ممكن مؤمن زكريا، وانا شايف ان خلال الفتره الاخيره دي هو اكبر مكسب تجديد لمؤمن زكريا ودخوله مع الفرقه بشكل ايجابي، لانه خلال الفتره اللي فاتت طبعا ما كانش بيشارك، في عنده حاله من عدم الاستقرار، هو ماشي ولا مش ماشي، هو موجود ولا مش موجود، دي اثرت عليه بشكل كبير جدا. مؤمن زكريا من اللعيبه المؤثره، ولعيب من اللعيبه اللي هي زي ما بيقولوا عليها حالته المزاجيه بالظبط كده، فبالتالي هو خلاص هيبقى في حاله من الاستقرار بالنسبه له، خلاص جدد عقده، استقر في النادي الاهلي. فنيا بقى مؤمن من وجهه نظرك كابتن حماده مكسب كبير للفريق جدا، عشان في احسن حالاته يبقى عامل فرق كبير بالظبط، عشان كده انا قلت خلال الفتره الاخيره هو ده اكبر مكسب للنادي الاهلي، دخول مؤمن زكريا في حاله من حالات الاستقرار وهيخش مع الفرق. مؤمن زكريا من النوعيه كمان اللي بيرجع بسرعه، يعني ممكن يكون هو في فتره بعيد قوي عن الماتشات، لكن هو رجوعه دايما بيبقى بسرعه، النوعيه بتاعته بيخش بسرعه، ممكن ماتش الثاني هيبتدي يزقوه ويبتدي يشارك، هيفرق كتير جدا برضه خلال الفتره اللي جايه مع دخول في حاجه كمان في طبيعته، يعني امكاناته الجسمانيه كلاعب، ان اللاعب اللي هو وزنه قليل وحركته خفيفه وسريع وعنده السبرنتات وحركته في الملعب ما بيتقايدش باللعب في مركز محدد، لان دايما يقولوا عنه انه لعيب الناس بتقولها بالمعنى الايجابي، انه بيقولوا فيه اداء بيوصف بانه اداء عشوائي لانه محير للمنافس، مش عشوائي بالمعنى السلبي، انه ما تقدرش تتوقع مؤمن زكريا بيتحرك ازاي حوالين 18 وهيهاجم منين. طبيعه مؤمن متهيألي فيها المزايا دي، انه ده يسهل عليه مهمه الرجوع بسرعه بناء على الكلام ووزنه. بناء على الكلام اللي حضرتك قلته ده كله، ده لو كان صح حضرتك تقول ما لا طبعا ده انا باكد صح فعلا. وبناء على الكلام ده انا قلت ان هو هيرجع بسرعه، لان التكوين بتاعه وشخصيته وطريقه لعبه وادائه بترجعه بسرعه، فبالتالي هيفرق كتير جدا خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، خلال برضو الاربع خمس ماتشات او الست ماتشات اللي موجودين في شهر يناير. الناس كمان في حاله تفاؤل في الشارع الاهلاوي برجوع عناصر او ناس مقتنعه انها كنوز كرويه موجوده في النادي الاهلي لو استفدنا بيها بالشكل السليم. اسماء ناصر ماهر، احمد الشيخ، يعني الناس بتتكلم عن احمد الشيخ بتتمنى وسعيده جدا بموقف كابتن محمد يوسف والجهاز الحالي ومدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، انهم عندهم ثقة في هذا اللاعب وفي قدراته وبدأ ياخد المساحة اللي يستحقها في الملعب. يمكن أنا قلت بدأت الأول بمؤمن زكريا، لازم الحاجة الثانية على طول أحمد الشيخ. أنا شايف إن لعيب موهوب، لعيب إمكانياته عالية جدا، لم يستغل خلال الفترة اللي فاتت بالشكل الأمثل مع النادي الأهلي، شايف إن هو هيبقى ليه دور مهم جدا خلال الفترة اللي جاية. طول ما أحمد الشيخ بياخد ثقة وبياخد ماتشات هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وهيبقى ليه دور كمان ان شاء الله مع منتخب مصر. الحاجه الثالثه اللي انا بضيفها ناصر ماهر، لعيب موهوب هيبقى ليه دور مهم جدا 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 خلال الفتره اللي جايه، لو هو مشي بنفس الصوره اللي هو ماشي عليها الفتره الاخيره، بس من استقرار من اداء بشكل قوي، عنده المهاره، هو بس حته انتظامه في الماتشات بيرجعه بسرعه، وهيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. التلات عناصر دول انا شايف ان هم هيبقوا عمليه، هيقوموا بعمليه الربط لغايه اول يناير ان شاء الله. التلات لعيبه دول، يعني وجود احمد الشيخ موجود وبياخد الثقه، يمكن الماتش اللي فات خد ثقه كبيره جدا بانه احرز الهدف البتروجيت، برضه نفس الكلام ناصر ماهر، هو ما كانش جاهز قوي، وتلاحظ برضه حضرتك ان هم بيطلعوه في خلال التايم الثاني بعد 20 دقيقه او 15 دقيقه لانه غير مكتمل اللياقه بنسبه كبيره، لكن انا شايف برضه ان هو لما هتكتمل اللياقه البدنيه بتاعته وهيلعب ماتشات كتير هيبدا يظهر المواهب اللي موجوده عنده، وهيبقى عنصر مؤثر جدا جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شايف صالح جمعه ازاي؟ والله صالح جمعه ده محيرنا جدا، يعني صالح جمعه ده انا شايف ان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، لكن للاسف هو يعني شويه بيفرط في حق نفسه بوجوده وعلى الساحه بقوه،
يعني مفترض ان هو يبقى راجل رقم واحد في النادي الاهلي، ويمكن الفتره اللي هو كان بيأدي بيها مع الكابتن ربيع ياسين كان بيقدر يتعامل معاه بشكل كويس قوي، يمكن كان لسه ما كبرش قوي، يعني كان في شغل بيتعمل بشكل كبير جدا. لما جه ودخل مع النادي الاهلي بدايته كانت برضه بدايه كويسه، ابتدى يتجه لبعض الحاجات اللي هي مش موجوده في النادي الاهلي، دي اثرت عليه بشكل كبير جدا. اتمنى فعلا يظبط السلوكيات بتاعته، يقدر وجوده وموهبته. انا بسال حضرتك ليه يا كابتن حماده، لانه من وقت ما حصلش التجديد وكان في مشكله وخلافات في قضيه التجديد مع عبد الله السعيد وخرج من المشهد شويه سواء على مستوى الاهلي او منتخب مصر، وحصل اهتزاز في المستوى وبعد شويه فاصبح في فراغ في المكان ده، يقال انه كمان ممكن يبقى الفراغ ده مستمر في منتخب مصر. الناس بتتكلم على انه ما فيش واحد باين انه يقدر يملى فراغ المكان ده لو ما رجعلوش في المنتخب بقوه عبد الله السعيد غير صالح جمعه، انه الوحيد اللي الناس شايفاه في الدوري كمثال للبلاي ميكر او صانع الالعاب الصريح اللي هو المايسترو اللي بيمسك الكره في نص الملعب. فناس تقول ان ده الوحيد اللي لازم نستفيد بيه على مستوى منتخب مصر والاهلي في الفتره الجايه، وان افضل من يؤدي هذه المهمه. ناس تقول لا هو خد فرص بس يركز ما بيحافظش على مستواه بنفس الكيرف الخاص بالاداء. شايف ازاي فكره رجوعه للاهلي، وانه هو من ناحيته يبقى عنده الاراده انه يشتغل على نفسه ويطور نفسه ويركز ويحافظ على كل الجوانب البدنيه والنفسيه والتركيز ونمط الحياه كلاعب محترف، وفكره ان الاهلي كمان يقدر يصيغ منه اللاعب اللي يقدم كل ما لديه من امكانات غير محدوده. هو بالنسبة لي هو جرب بعده سنة كاملة عن الملاعب المصرية وبعده عن النادي الأهلي، هو جرب بالتالي يعني هو شبه اتنسى. كون ان هو بيرجع في النادي الأهلي ويبتدي يغير التفكير بتاعه ويبتدي يفكر بطريقة احترافية ويبتدي يفكر في مستقبله، لان لعيب الكورة مش فنان، يعني ممكن الفنان يقعد لغاية 70 سنة، هو يعني سنين معينة. لعيب الكورة لو ما قدرش يستغل الفترة اللي موجود فيها وخصوصا وجوده في نادي زي النادي الأهلي خلاص هو مش هيقدر يكمل ومش هيعمل تاريخ لنفسه، فبالتالي عنده فرصه كبيره جدا لانه عنده الموهبه وعنده امكانيات غير عاديه، وانا بقول ان هو من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. لو ما استغلش الفرصه دي بشكل كويس وبشكل ايجابي متهيألي صالح جمعه مش هيكمل في الكوره بشكل كويس. لكن شايف انه ممكن يبقى مكسب لو اللاعب كان عنده الاراده وهو العلاقه بينه وبين النادي مشيت بشكل كويس في الفتره الجايه، هو فاهم مهامه كلاعب محترف وواجباته ناحيه النادي، والنادي قادر يستفيد بيه فنيا ويتعامل معاه بالشكل الافضل. هو الحقيقه النادي ما قصرش معاه، بالعكس ده النادي الاهلي صبر عليه بشكل كبير جدا، خصوصا في بعض التصرفات بعض التهور اللي كان بيحصل منه، النادي الاهلي صبر عليه على اساس ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، فكون النادي الاهلي لا النادي الاهلي بيستحمل قوي وبيصبر قوي على اولاده وبيدوا فرص كبيره جدا. يبقى دوره هو كلاعب محترف، هو دوره. وانا شايف خلال الفترة الأخيرة إن هو في ندم، أنا يعني حاسس بكده، في تصريحات كتيرة جدا، في كلام بيتقال إن هو في ندم كبير قوي إن هو ما استغلش الفرصة بشكل كويس، وإنه حابب يكون مع النادي، حابب يبقى موجود وحابب إن هو يرجع بروح تانية خالص وبتفكير تاني خالص. فأتمنى لو كان جد في ده وصادق في الرغبة دي واشتغل على نفسه بهذا الشكل هيكون إضافة كبيرة جدا في النادي. مؤثر جدا صالح جمعة، مؤثر جدا جدا في النادي الأهلي، وبالتالي وجوده في النادي الاهلي هيوصله بشكل سهل جدا وسلس جدا لمنتخب مصر، هيعمل تاريخ ويعمل مجد لنفسه. فمتهيألي لعيب عنده الامكانيات دي وعنده الرؤيه دي ويستخسر في نفسه انه يبقى نجم كبير جدا، متهيألي ده ما يبقاش تفكير سوي. يعني هنحقق ازاي المعادله الصعبه اللي اتكلم عنها مدير الكوره والكابتن سيد عبد الحفيظ؟ يبدو ان هذا هو المحتوى اللي تم الاتفاق عليه او التكليف به من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف على كل ما يتعلق بتطوير منظومه الكره في النادي، المنافسه على البطوله وبناء فريق للمستقبل. المعادلة دي تحقيق الهدفين دول شايفها ازاي؟ هو الطريق يعني لو في سكة ماشية بطريقين ماشيين مع بعض، حتة تكوين فرقة من أول وجديد، هو مش تكوين فرقة، هو بس تدعيم لبعض العناصر اللي هي غابت لفترة معينة فأثرت على الفرقة، دي رقم واحد. رقم اتنين إن في بعض ال اللعيبه اللي هتحصل خلال الفتره اللي جايه، السن كبر، مجهود قل، يبتدي لازم حته التجديد لازم تبقى موجوده، لازم النادي الاهلي يبقى جاهز بالحته دي عشان ما يحصلش خلل لفتره طويله. ممكن يكون حصل الخلل ده فتره قليله، لكن هو في اول السنه يمكن خروجنا من بطوله افريقيا وما خدناش البطوله، ده اثر بشكل كبير. في حاله معينه او من اول السنه نتائج ما كانتش برضه بتساعد في الدوري، ما ساعدتش في حته
الاستقرار، كل الكلام ده أثر بشكل كبير جدا. لكن أنا شايف إن الطريق بالنسبة للنادي الأهلي حتة إن أنا بنافس على بطولة وبجمع قدر الإمكان لعيبة علشان يبقى إضافة ليا، سواء باللي كان موجود باللي موجود عندي أو بإضافات من خارج النادي، ونشوف برضو الخطوط اللي احنا عندنا نقص فيها. فبالتالي لازم يبقى في اعتناء كبير جدا بأن أجيب العنصر اللي فعلا هيبقى مؤثر عليها. لأن أنا بقول كده ليه؟ لأن أنا في فترة معينة جبنا بعض اللعيبة والنادي الأهلي تسرع في أنه يبقوا موجودين، لكن هم مش مؤثرين قوي. النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، مش أي حد يلعب في النادي الأهلي، مش أي حد يلبس تشيرت الأحمر، دي حقيقة فعلا. وعلى مدار السنين طويلة أيام لعيبة جت وكانت متألقة مع أندية تانية لكن ما قدرتش تنجح مع النادي الأهلي. عشان كده أنا شايف أن اللعيب النادي الأهلي لما يجي لازم يبقى سوبر. لو أنا جايب لعيب من نادي تاني لازم يبقى سوبر عشان يقدر يعمل بصمة خلال الفترة اللي هيأدي فيها في النادي الأهلي. يعني حضرتك شايف أنه الصفقات الجديدة، إضافة بعض العناصر في الفترة الجاية مع رجوع الكوادر الموجودة اللي كانت غايبة للإصابة في الفترة اللي فاتت، هيعمل نقلة كبيرة في السوق؟ نقلة كبيرة جدا. وبعدين أنا عايز أكد على حاجة، إحنا ممكن في شهر يناير النادي الأهلي ما يجيبش غير 2 أو 3 لعيبة، وده الطبيعي. لأن مش ممكن أنا بس نوعية اللاعب اللي إحنا محتاجين بالظبط كده معاه. أنا عايز أتكلم في دي، إن أنا أجيب 2 أو 3 لعيبة سوبر على بال ما ينتهي الدوري ابتدي برضو افكر في لعيبه تاني سوبر. يعني هل حضرتك بتقول ان الاهلي محتاج يتعاقد مع لاعب اللي هو جاهز انه يلعب بكره في الملعب بالظبط كده وسوبر، ما يبقاش لعيب عادي، مش لعيب متوسط، مش لعيب متوسط او لعيب ممكن يبقى في النادي بتاعه يعني شويه ظاهر او شويه، لا لازم يكون مؤثر بشكل كبير جدا ومؤثر في الاهلي بالظبط، ينفع يكون موجود وله مكانه في الفريق. هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، النادي الاهلي نفسه هل هو يقدر بامكانياته يعمل بصمه كويسه في النادي الاهلي؟ هو ده اللي انا بدور عليه. لكن ما اجيبش 5 6 لعيبه وممكن يبقى فيهم 3 يعني لسه الاحتمالات، لا انا اجيب 2 أو 3، وخصوصا مش هنقدر نجيب لعيبه كتير في شهر يناير، هو يدوبك 2 3 لعيبه، هو الاماكن المتاحه في القائمه بالظبط كده. فهو العمليه محدوده، فانا افضل ان اللعيب السوبر هو اللي يبقى موجود في النادي الاهلي. رجوع اجاي تحديدا الناس بتشوف انه ان شاء الله يكون فارق كبير جدا فني في الفريق، لان اجاي عنده قدرات المهاجم الاسترايكر وعنده قدرات لاعب الوسط المهاجم او البلاي ميكر، وفي تشابه كان في بعض الاحيان بين طريقه لعب وبين المهام اللي بيقوم بيها في وقت من الاوقات عبد الله السعيد وقت ما كان في صفوف الفريق، بيقدر يلعب الدور ده كمان. على فكره واثر بشكل كبير جدا اجاي على اداء النادي الاهلي، لانه فعلا كان وصل مرحله ان خلاص لا غنى عنه، وحصل يعني انسجام كبير جدا ما بينه وما بين اللعيبه اللي حواليه، وكان يعني عنصر اساسي ومهم جدا في فوز النادي الاهلي في ماتشات كتيره جدا. انا شايف برضو ان هو رجوعه مش هيبقى سهل، يعني برضو مش اقل من شهر. هو احنا يعني دخل مع الفرقه وابتدى يتمرن، هو قيده هيكون في يناير بالظبط كده، بدايه مشاركته. هو دلوقتي خلاص بيجهز بقى بشكل فني وبدني كويس، عشان كده بقول ان هو شهر يناير هيبقى فيه طفره كبيره جدا في يعني احنا نعدي بس عنق الزجاجه اللي هي الفتره الجايه، هي دي اللي بتكلم فيها دي. فتره التعاقدات ورجوع المصابين للفريق بالظبط بالظبط، هي دي ده الاختبار الحقيقي، ده الاختبار الحقيقي، وده اللي بنقول عليه ان هو بس اكبر قدر بجمع اكبر قدر من البناط خلال الفتره الجايه، وده برضه بيتوقف على الجهاز الفني، لان خلال الفتره اللي جايه انت معاك لعيبه محدده يعني عدد محدد، فبالتالي الاحمال وتظبيط التدريبات مهمه جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. طب السؤال الصعب بقى، بما ان حضرتك اتكلمت عن الجهاز الفني، رجوع او التعاقد والاعلان خلال ايام او ساعات ان شاء الله حسب التاكيدات الموجوده يعني وما يثار في الكواليس في النادي، انه القادم هو الاعلان عن مدير فني على مستوى عالي جدا، مدير فني اجنبي، هل في التوقيت ده التعاقد معاه وتوليه المهمه هل ممكن يعمل لخبطه في الحسابات؟ احنا في مرحله دلوقتي انتقاليه تولى فيها المهمه كابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، وبداوا ترتيب الاوراق، هيدخل عليهم فكر جديد ومدير فني جديد، واحنا في فتره انتقاليه صعبه هي عنق الزجاجه زي ما حضرتك قلت لحد ما تكتمل صفوف الفريق. هل ده هيبقى اضافه كبيره للفريق في الظرف ده وفي المرحله الانتقاليه دي، ولا ممكن يعمل شويه لخبطه في الحسابات لانه له راي تاني محتاج يتعرف على اللاعبين، هيبدا هو كمان يشوف بعينه غير تقييمات كابتن يوسف، شايف الامور ازاي؟ لا بالعكس، انا شايف ان وجود المدرب الاجنبي دلوقتي
هيبقى بس مشروط بحاجه انه يجي ويقعد فتره معينه مرافق. مش هو المسؤول عن الفرقه، وده ودي احسن خطوه ممكن يعني يعدي بيها النادي الاهلي من المرحله دي، انه هو يبقى ليه رؤيته هو حوالي انه ياخد اسبوعين ثلاثه بيتابع الفريق بيتفرج وهو معاهم في الملعب، بيحط بصمته على الاداء وعلى التدريبات وعلى الاعداد، بس سايب مساحه للجهاز الموجود انه يعرفوا كل التفاصيل بالظبط كده يقدر يقيم صح الفريق، وخصوصا ان هو يبتدي شغله الحقيقي بوجود اللعيبه في اول يناير. الاضافات اللي هتحصل مع اللعيبه المصابه اللي هترجع، فيبتدي القوام الاساسي يبقى موجود كله قدامه. بس في تجارب سابقه خبرات النادي الاهلي عملت الشكل ده من الترتيبات مع اكثر من مدير فني يا كابتن حمد، على ده يتوقف على المدير الفني نفسه وذكاء المدير الفني في التعامل مع الفتره اللي هو موجود فيها. ازاي امتى يخش، امتى يبتدي يحط البصمه بتاعته، امتى يبتدي يبقى مسؤول مسؤوليه كامله. كل الكلام ده متوقف على ذكائه هو ودخوله ولمته للفرقه، لانه لو تولى المهمه بشكل كامل وكل الصلاحيات فور وصوله وهو لسه مش عارف امكانيات اللاعبين ومش عارف قائمه الفريق بالشكل الكافي ومميزات كل لاعب والعيوب الموجوده عند بعض اللاعبين واحتياجه لتعديلها، ده ممكن يلخبط الدنيا شويه. يعني يعمل مشكله ياخد وقت على ما يتعدل. بالظبط، انا يعني شايف ان الرؤيه ان هو يبقى موجود وبيراقب وبيتابع خلال برضو الفتره القليله اللي احنا ياخد وقته شويه قبل ياخد ما يتسلم وقت. الفريق بالظبط، لان هيبقى يعني التعاقد مش اقل من سنه ونص. ده الواضح، فبالتالي انت بتتعاقد مع مدرب كبير اسم كبير بمرتب كبير، فبالتالي لازم تبقى حريص جدا على نجاحه. بالتالي الصوره دي هتبقى واضحه عند المسؤولين، يعني عند كابتن الخطيب، عند كابتن سيد، عند كابتن محمد يوسف. اعتقد ان الملف ده وطريقه تسليم المهمه في الوقت الصعب جدا فنيا ده، حسابات النقاط اللي حضرتك بتتكلم عنها والوقت الصعب جدا في مسابقه الدوري بالنسبه لنا ان احنا محتاجين نجمع فيه اعلى عدد من النقاط، تالي الكل هيبقى مدرك طريقه التسليم الافضل، لان ازاي المدير الفني الجديد يتسلم المهمه. انا متهيألي دلوقتي طبعا كابتن الخطيب هو عنده يعني خبرات كبيره جدا جدا بالشكل الافضل، وجود الكابتن سيد واخد خبرات عاليه جدا 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 في التعامل مع المدربين الاجانب او المدربين المحليين او في التعامل مع اللعيبه، كل ده بقى عنصر مؤثر جدا وعنصر ايجابي وجود الكابتن سيد، فبالتالي هيقدروا يشوفوا التوظيف المناسب والوقت المناسب اللي يبتدي من غير ما ده يعمل اي ارباك للحسابات في الوقت، يعني خبراتهم هي اللي تتحكم في الامور دي خلال الفتره اللي جايه. طيب ايه العناصر اللي مطلوب تواجدها عند اللاعبين في الشهر اللي قلت انه حارق جدا ده، الحاجات اللي لازم يحافظوا عليها اللاعبين في الفتره اللي جايه؟ اولا الروح اللي موجوده في النادي الاهلي مفترض ان روح المكسب لازم تبقى موجوده على طول، يعني في فتره معينه فقدوا الحته دي يعني شويه، يعني الهزايم او هزيمه ممكن تكون بتاثر، بالتالي خلال الفتره اللي جايه المفروض ان روح المكسب بتاعه النادي الاهلي تبقى موجوده، ويمكن كانت موجوده الى حد كبير جدا في ماتش بتروجيت، بالتالي كانت بدايه كويسه، ويمكن ماتش بتروجيت ده هيفرق كتير جدا مع الفرقه خلال الفتره اللي جايه، ادت ثقه كبيره جدا، ادت اريحيه كبيره في انه خلال الفتره اللي جايه ممكن نجمع اكبر قدر من الابناط، ممكن الاداء ما يبقاش على الوجه الامثل، يعني عشان برضو الناس تبقى متوقعه كده وتبقى ما يبقاش في حته استعجال في الاداء، لا احنا الفتره دي يعني ازاي الناس اجمعت على ان الفتره دي مش بتاعه اداء، انا بتاع اكبر قدر من الابناط اقدر المها، اكبر ماتش، اكبر قدر معين من الفوز، حسابات النقاط دلوقتي هي بالظبط كده الموضوع. بعد كده الاداء هيجي، الاداء هيجي بعد ايه؟ بعد ثقه، بعد وصول المكسب هو الاهم دلوقتي. بالظبط كده، لان المكسب. خلينا نتكلم عن المباراه الجايه وتوقعاتك لها كابتن حماده، بس نشوف توقعات الجماهير ورايهم في اهميه هذه المباراه في الفتره اللي بيقول عنها كابتن حماده مرزوق انها فتره حرجه جدا واختبار صعب جدا للنادي الاهلي، الفتره المتبقيه قبل عوده القوى الضاربه خلال شهر يناير واكتمال الصفوف، مباريات شهر ديسمبر واهميتها بالنسبه لمشوار الاهلي في الدوري الممتاز. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. الاهلي هيغلب والاهلي فريق محترم، انا راجل مشجع زملكاوي وبحترم الاهلي وجمهور الاهلي المحترم. الاهلي هيغلب، مش مشكله الاهلي يتغلب من المقاولين، يتغلب من الترجي، ما وقفتش عقارب الساعه، الفرق كلها بتتغلب ومفيش اي مشكله، انما سيظل الاهلي الفريق المتربع على الكره العربيه والافريقيه، وان شاء الله هيغلب الجون عشان الاهلي فيه لعيبه كتير محترمين وكويسين ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0، ان شاء الله ربنا معاه
ان شاء الله يحقق نتيجه كويسه. الاهلي هيكسب ان شاء الله، والاهلي ان شاء الله هيرجع للطريق الصح والمكانه الطبيعيه اللي المفروض يبقى فيها مع الصفقات الجديده ان شاء الله في يناير الجاي، ومع الثبات في المستوى والشغل اللي عامله الكابتن محمد يوسف ومجلس الاداره الحالي، والمنظومه المتكامله ان شاء الله هتكمل، والاهلي هيرجع لسكه الانتصارات والبطولات مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي قادر انه يرجع بنتيجه احسن من المباراه اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 الاهلي، وليد ازار ووليد سليمان ان شاء الله. الانطلاقه جايه ان شاء الله، يعني هنشوف مباراه حلوه، مع ان الجونه برضو فيه لعيبه تقيله، لعيبه كلها دوليه، في 3 4 لعيبه دوليه فيه، فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يعدي بالكبوه ديت بمباراه الجونه عشان يبدا يفوق ويبدا نزيف النقاط دوت يتظبط ان شاء الله ويقلل الفرق بينه وبين الزمالك. ان شاء الله انا شايف ان الاهلي ان شاء الله جاي احسن من الاول، وان شاء الله متوقع ان هو ياخد الدوري باذن الله. هو ان شاء الله الاهلي هيكسب، ودايما الاهلي معودنا في الدور الثاني بياخد كانه كقطر بياخد الموتشه كلها كسبان، وبياخد في النهايه الدوري. ان شاء الله الاهلي يكسب زي ما عدينا كده ماتش بتروجيت كده، ان شاء الله الاهلي هيبقى زي الفل الايام اللي جايه ديت. دور الجماهير اللي كان مهم جدا في الفترة اللي فاتت وهيستمر في مؤازرة ودعم الفريق بقوة، هيكون لهم طبعا أثر كبير جدا إيجابي في الفترة الجاية على الأداء والنتائج. وشفنا في التقرير الكل متفائل والكل في اتجاه التوقعات اللي بتشير إن شاء الله أو أقرب إلى فوز الأهلي بهذه المباراة. رأيك إيه في التقرير ورأي الجماهير يا كابتن؟ هو الغريب زي ما حضرتك قلت في تفاؤل كبير جدا في فريق النادي الأهلي، شايف ان الخطوات اللي جايه هتمشي برضه في المسار الطبيعي ان النادي الاهلي بيرجع بسرعه. شايف ان ماتش الجونه هيبقى مؤثر بشكل كبير جدا، وهيبقى تاكيد على المسيره اللي بداها النادي الاهلي من ماتش بتروجيت. شايف ان المكسب ان شاء الله باذن الله هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. برضه شايف ان ماتش بتروجيت ادى ثقه للعيبه، فبالتالي مش هيبقوا مشدودين في ماتش الجونه زي ما كانوا مشدودين شويه في ماتش بتروجيت، فبالتالي ممكن الاداء يتحسن بشكل كبير جدا، وممكن المكسب يبقى اسهل شويه في مباراه الجونه، مع طبعا مع احترامي لفرقه الجونه، لكن النادي الاهلي يعني حاسس بالموقف اللي هو موجود فيه، وحاسس بجماهيره وعايز يفرح جماهيره، فبالتالي ابتدوا يمشوا في حضرتك شايف انه اصعب محطه كانت محطه الرجوع للفوز، الرجوع للنتائج الايجابيه، وكانت مباراه بتروجيت. انا شايف كده، ماتش بتروجيت فرق كتير جدا مع النادي الاهلي، لانه هيديله ثقه خلال الفتره اللي جايه يبتدي يشتغل، وفي قوه دفع شغاله، يعني موجود المكسب ده يعني كان بعد خسائر وبعد قلة ثقة في اللعيبة نفسها، بالتالي كان الماتش ده مهم جدا، وماتش بتروجيت زي ما قلت ان هو يبقى استكمال لحتة الثقة. هو زي يعني فعلا رب دارة النافعة ان مباراة المقاولون العرب رغم اننا خسرنا نقاط هذه المباراة، والاهلي دايما بيضع عيونه على الفوز باي مباراة بينافس فيها محليا او دوليا، لكن كملت بقى انه لفتت الانظار بقوة خلاص بعد النتائج، الخروج من البطولة العربية او الاخفاق في النهائي الافريقي، كان مباراة المقاولون خلاص جرس انذار شديد جدا انه لا لازم في وقفة، بدأ النادي كله خلاص يتحرك، وكان قبلها خلاص في حسابات اعلن عنها مجلس الادارة، لكن بيبقى فيه كمان تأكيد على ان في مشكلة. هي يعني فعلا هو وقفة بقى. ماتش المقاولين هو اللي عمل الانتفاضة دي، يعني ممكن كانت فيه قبلها كان في كانت قبل كده فيها، لكن انهم التفتوا بالظبط، لكن هو ماتش المقاولين هو اللي زود قوي الانتفاضة، هو بالظبط كده. فبالتالي الناس بدأت تحس بشكل كبير جدا، المسؤولين اللعيبة بدأت تحس ان الامور بدأت تهرب منها، يمكن ده اللي سبب رياكشن او رد فعل سريع جدا من المسؤولين في النادي عشان اتمام تعاقدات، اشراف على عوده مصابين، نشوف ايه المشكله اللي بتعطل عوده المصابين بسرعه، ايه اللي ناقص الفريق، الكل اشتغل احتياجات الفريق. بالظبط كل اشتغل، في حركه وخليت نحل في النادي. فانا شايف ان ماتش المقاولين كان برضو يعني خسرنا 3 بونت او النادي الاهلي خسر 3 بونت، لكن كان برضو نقطة إيجابية خلال الفترة اللي بعديها بعد كده، إنه على المدى البعيد لها تأثير. بالظبط كده، بالظبط إنه في مشكلة بقى لازم نتوقف ولازم تتحل ونعيد الحسابات أو نقيم الأمر بجد، إن عشان كده عايزة وقفة بسرعة. بالظبط كده، عشان كده كله اشتغل، مسؤول، لعيب، إداري، كل الناس اشتغلت في إطار ده، الإطار إن إحنا لازم نمشي في السكة، إن الحلول كلها تمشي بشكل سريع جدا وبشكل متوازي في نفس التوقيت. بالظبط كده. طيب هنتكلم عن يعني حضرتك بتقول بالحسابات، متابعتك لفريق الأهلي وإمكاناته وقدرات لاعبيه وفريق الجونة، مع احترامنا طبعا لكل المنافسين، والأهلي بيتعامل معاهم الكل بنفس الدرجة من الجدية والاحترام في الملعب،
هل الكفه بتميل فنيا لصالح فريق الاهلي بعيدا عن الخبرات طبعا وسابق الانجازات وعدد البطولات؟ بتكلم على مستوى الاداء الفني والبدني لمجموعه اللاعبين الموجوده عند الجهاز الفني في الفريقين. دي حقيقه فعلا النادي الاهلي يمكن الكفه ارجح شويه، وخصوصا ان فرقه الجونه كمان ما فيهاش استقرار. تغيير مدرب جديد جه كابتن حماده صدقي. الفتره اللي فاتت بتاعت فرقه الجونه كان المستوى يعني فيه تذبذب كبير جدا، تلاقيه بيأدي مباراه كويسه جدا ومباراتين يخسر بشكل كبير وبيخسر بنتيجه كبيره، فبالتالي ما فيش استقرار في فرقه الجونه. اصبح دلوقتي زي ما قلت في النادي الاهلي خلاص في استقرار في كل الامور، استقرار في اللعيبه اللي موجوده دلوقتي هي اللي هتأدي خلال الفتره اللي جايه، بالتالي في لعيبه زادت الثقه شويه بعد ماتش بتروجيت. كل الامور دي شويه بترجح كفه النادي الاهلي مع وجود الخبرات، مع وجود خبرات موجوده في النادي الاهلي ممكن يبقى لها دور مؤثر في الماتش الاربعاء ان شاء الله. هل بتتفق مع المهندس هاني ابو ريده رئيس مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري انه شايف وسعيد بفكره ان المنافسه هتكون اصعب من الدوري في نسخته السابقه من الموسم الماضي، ان المنافسه صعبه شويه في الدوري السنه دي وهتكون بين عدد اكبر من الانديه كانت محسومه للاهلي بفارق كبير من النقاط وبوقت طويل جدا قبل انتهاء البطوله في السنه الموسم اللي فات؟ هو طبعا بيدور على مصلحته كاتحاد مصر لكره القدم، البطوله بتبقى اكثر نجاحا، بتفرز لعيبه للمنتخب. انا شايف فعلا رعاه ونسب مشاهده وحسابات بقى المنافسه بالظبط، في اثاره في البطوله يعني. كل فرقه او اي فرقه بتخش في منافسه مع فرقه النادي الاهلي فبتعلي من قيمه الدوري نفسه، انما طول ما النادي الاهلي هو موجود على القمه دايما ولوحده ده دايما بتقلل من قيمه الدوري نفسه. واذا ما حضرتك قلت ان دايما الحاجات دي كلها بيبقى لها سعر، فبالتالي وجود فرق كتيره 3-4 فرق مع النادي الاهلي هيفرق كتير جدا، وانه النادي الاهلي دلوقتي هيدخل في سباق لان عنده مؤجلات وعايز يحصد نقاط ويرجع يبقى في المقدمه مع انديه القمه وبينافسه على اللقب. بالظبط، النادي الاهلي هو اللي كان عنده الحسابات معقده اكتر عشان كان عنده انشغاله بالبطولات الدوليه، لكن هو تفرغ تماما دلوقتي لوجوده في بطوله الدوري. والدوري هيبقى حلو كمان لان الفرقتين اللي موجودين دلوقتي مع النادي الاهلي عندهم امكانيات عاليه جدا، امكانيات ماديه ومعنويه وفنيه كبيره جدا، فبالتالي المنافسه هتبقى يعني لها قيمتها وهتبقى منافسه شديده جدا، هتفرز دوري هيبقى شكله كويس. ده من وجهه نظري. ايه الحاجه اللي ممكن تقولها لوليد سليمان اللي كان مبدع في الفتره اللي فاتت في اصعب الظروف واصعب المباريات، حتى الجمهور كان يطلع زعلان لاي نتيجه مش مرضيه لكن فرحان باداء وليد سليمان، تقول له ايه عن انه هتكتمل الصفوف في الفتره الجايه وانه هيلاقي قوه لضربه للفريق موجوده معاه في الملعب وانه مش هيبقى عليه نفس العبء لوحده فيقدر يتحرر اكتر في الاداء ويقدر يقدم اكتر من موهبته في الملعب؟ بص، الحقيقه وليد سليمان يمكن اثر بشكل كبير جدا على جماهير النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي واي حد ينتمي للنادي الاهلي باخلاصه بانتمائه بقوه ادائه بخبراته. لا يعني كان عنصر مؤثر بشكل كبير جدا جدا خلال الفتره الاخيره، ويمكن الناس ارتبطت بيه بشكل كبير جدا وتعاطفت معاه بشكل كبير جدا لانه فعلا بيقود العمليه خلال الفتره الاخيره. هيبقى في عوامل مساعده خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله بوجود ورجوع الناس المصابين اللي عندهم خبرات بيقدروا يساعدوه بشكل كويس. لا، وليد سليمان عامل بصمه كبيره جدا في النادي الاهلي، دليل الجمهور خارج راضي عنه في كل المباريات اللي فاتت. هو الحاجه الايجابيه في الملعب اداء وليد سليمان اللي احنا شايفينه يعني قبل المباراه الاخيره اللي فزنا فيها على بتروجيت، حتى مع الاخفاقات اللي حصلت كان الجمهور سعيد جدا باداء وليد باجتهاده في الملعب بتفوقه حتى لو الفريق ككل على مستوى التيم ورك مش موفق. بالظبط كده، وهو ده اللعيب الصغر، هو ده وليد سليمان لعيب صغر مؤثر وبيحرز اهداف جدا. هو ده يعني اثر بشكل كبير جدا من اول ما جه النادي الاهلي وما اثرش باي شيء، ما اثرش في ادائه، ما بخلش على النادي الاهلي بشيء، ما وقفش في وقت معين في تجديد يقول انا الهدف الجميل اللي احرزه في الامارات. يعني وليد اداؤه ممتع في الفتره اللي فاتت وبيرد على كل الناس اللي كانت بتتكلم عن سنه وكبر سنه وانه طبيعي ما يبقاش في المنتخب وبيدافعوا عن قرارات المنتخب بعدم ضم وليد، متهيألي هو بيرد على ده كل مباراه في الملعب. لا، وليد متالق ولاعيب بيلعب بمخه ولاعيب بيلعب باخلاصه في الملعب، كل الكلام ده يعني وصله، زائد توفيق الله سبحانه وتعالى. هو يعني اكيد في توفيق لان هو التوفيق دايما بيروح للمجتهد وهو مجتهد جدا جدا يعني، ولا ونضج في ادائه الفتره اللي فاتت جدا، لاعب مؤثر جدا يعني قائد. يبقى كل نجوم الفريق او اللاعبين المؤثرين جدا خارج الملعب هو لوحده
بيقدر يعمل شكل في الملعب الفني. اه بالظبط، انا بس الان من حته الاجهاد عليه لانه هو عمل مجهود كبير فعلاً جدا، الجهاز الفني بيديله راحه. اه هو فعلا في ماتش بتروجيت كان واضح ان هو بيلعب السهل جدا وهو واقف، يعني هو خلاص يعني. فهي الفتره اللي جايه عشان كده قلت حته التقنين الاحمال وحته اريحيه اللعيبه نفسها هتفرق كتير جدا في الحصد اكبر قدر من الابناط خلال الفتره اللي جايه، برضو في خلال الخمس ست ماتشات اللي جايين في شهر. هنرجع نسمع راي حضرتك كابتن حماده مرزوق في التعاقد مع ناصر متميزه وشابه زي لاعب وادي دجله محمد محمود، الصفقه اللي اعلن عنها خلال الايام القليله الماضيه، وخلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وراي الجماهير في التعاقد مع لاعب النادي الاهلي الجديد اللاعب الشاب محمد محمود. لاعب محمد محمود اضافه قويه جدا، ان هو لعيب شاب مميز وظهر الفتره الاخيره برده ماتشات المنتخب كويس، واكيد كابتن اجيري لما خده اكيد طبعا ما كانش من فراغ، زائد ان احنا كمان عايزين ندعم برده بعض الصفقات في النادي الاهلي. هو لعيب كويس وسنه صغير وهيدي سنين اطول، ان شاء الله يبقى فايده للفرقه قريب وينسجم بسرعه ان شاء الله. شاب صغير وهيدي وهو كويس مش وحش، يعني حاجه كويسه. الاهلي لعيب كويس واحنا محتاجينه، يعني ايه محتاجينه؟ جنب وليد سليمان محتاجين صانع العاب حلو، بس يا ريت يجي المدرب اللي يجي الجديد يديله فرصه ما يقعدش اللعيبه على الدكه. والله هو صفقه موفقه للنادي الاهلي وصفقه كويسه، بس اهم حاجه ان هو يبقى اللعيب عنده امكانيات ويبقى جديد بالتيشيرت بتاع النادي الاهلي عشان يضيف النادي الاهلي. النادي الاهلي موجود بيه خبرات لعيبه جميله جدا وكويسه جدا، اهم حاجه اللي يجي يضيف. انا شايف انها صفقه حلوه جدا، بالذات ان هو لاعب حلو خط الوسط ومن احسن اللعيبه اللي خط الوسط في الملعب كله، ماشي كويس مع وادي دجله من احسن لعيبه جاب في مواتيك في مصر، وهيبقى ليه مستقبل كويس جدا مع الاهلي في المستقبل. شايف يعني انه لعيب كويس يقدر يخدم النادي وبيلعب في وادي دجله، وبصراحه لعب موهوب وان شاء الله يبقى خليفه ابو تريكه. صفقه ممتازه، الواد صغير، واد مهاراته كويسه، امكانياته عاليه، يعني هيخدم الاهلي. انا شايف اللعيب كويس جدا مع اني زملكاوي، بس شايف لعيب كويس جدا هيفيد الاهلي في الفتره الجايه. هو في ناس بتقول ان هو خليفه ابو تريكه وكده، بس هو لعيب كويس ومستر جيري خده منتخب، فده دليل انه لعيب كويس طبعا. لعيب كويس، هو لعيب شاب عنده حاجات كتير يقدر يطلعها في النادي الاهلي، بس هو لازم يكتسب خبرات من اللعيبه اللي جنبه الكبار. هو لعيب كويس كان مادي اداء حلو مع دجله، ولما راح المنتخب عمل اداء كويس. هو لعيب يعني ان شاء الله يبقى حاجه كويسه مع الاهلي، اضافه للنادي الاهلي، وهو لعيب كويس وممتاز وان شاء الله مبشر ان هو يبقى حاجه في منتخب مصر ان شاء الله يعني. كابتن حمادة مرزوق، تعليقك على ورؤية حضرتك للتعاقد مع لاعب الأهلي الجديد أحدث المنضمين رسميا للنادي الأهلي، في تفاوض مع عدد من الأسماء لكن المعلن رسميا حتى الآن هو توقيع محمد محمود لاعب وادي دجلة، رأيك إيه؟ لغاية دلوقتي اللي أنا شايفه أن هو من نوعية لعيب سوبر، ده النوعية اللي أنا بقول عليها دي أول حاجة. تاني حاجة أنه في وادي دجلة شفنا عروض قوية جدا لفرقة وادي دجلة خلال الفترة الأخيرة، هو كان ليه دور مؤثر جدا في الاداء ده، لانه بيمسك كوره وعنده مهاره غير عاديه وعنده رؤيه كبيره، لكن اهم حاجه ان هو ما يتخضش بقى في وجوده في النادي الاهلي ويكمل المسيره زي ما هو يلعب شغال. بثقه يعني يشارك بثقه، هو لعيب كره تقيل، لعيب كره تقيل جدا يعني، فبالتالي وموهوب، فبالتالي ان شاء الله يبقى ليه دور مؤثر خلال الفتره اللي جايه. يعني متوقع ان شاء الله انه اللاعب هيبقى له مكان في الملعب في القريب العاجل، يعني هيشارك جدا في المباريات اللي جايه وهنشوف على طول اول ما بالظبط، لان هو لعيب سوبر، لان ده حتى قالوا بعض الجماهير اللي اتكلمت من خلال التقرير، المهم انه يشارك ويبقى مؤثر ويبقى على قدر توقعات جمهور النادي الاهلي. والله انا شايف ان هو بادائه وشغله ووجوده في النادي الاهلي في المكان ده، لا ممكن يبقى ليه دور، ودور سريع جدا في وجوده، وهيبقى دور مؤثر كمان، يبقى نجم في النادي الاهلي ان شاء الله، لان زي ما قلت وباكد ان هو لعيب سوبر فعلا. المؤشرات كمان المطمئنه فكره التعاقد مع ناصر، يعني التجربه اللي فاتت لاعب صاعد ايضا وشاب سنه صغير صلاح محسن، وبدات المؤشرات الايجابيه بعد 3 4 مشاركات له في الملعب، بدات تتضح قدرات اللاعب وبدا يبقى من عناصر المؤثره في منتخب مصر ويستدعى للمشاركة
مشاركه مع المنتخب، يعني ده توجه جيد لدى النادي ان انا بختار اللاعب المميز وصغير السن كمان. انا شايف ان صلاح محسن هو يعتبر احسن فرويد موجود في مصر، ده رايي، ويمكن هو اتظلم بالضجه اللي اتعملت بالفلوس اللي اتقالت كل الكلام ده، هو اتظلم في الحته دي، لكن هو لما هيبتدي ياخد تقييم اداؤه في الملعب فنيا مميز، لعيب كوره يعني هيبقى يعني مميز جدا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. وده توجه يعني متفق معاه للنادي الاهلي، فكره انه بيختار افضل العناصر ولكن اللي ممكن تعطي للنادي لسنوات قادمه. السن الصغير، سن صغير، موهبه، اللعيبه هتبقى سوبر زي ما بنقول، هو ده اللعيبه اللي ممكن يبقوا ياثروا بشكل كبير جدا خلال المسيره بتاعه النادي الاهلي في البطولات اللي جايه ان شاء الله. متفائل، رساله تحب توجهها للمسؤولين في النادي او للجماهير ومشاهدي القناه في ختام هذا اللقاء يا كابتن حمادة؟ جدا انا متفائل جدا، وبقول ان الناس زي ما انتم ماشيين كده استمروا في الخطوات اللي انتم بتاخدوها، كل الناس واقفه مع النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، كل اللعيبه القدامى ومحبين النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كله بيقف وبيساند بشكل كبير جدا، ومفترض ان احنا بنساند في اوقات معينه محتاج النادي الاهلي المسانده ديت، واتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله القادم افضل، وتنعكس طبعا كل الجهود وكل خطوات العمل اللي بتجري داخل النادي على مستوى كره القدم وعلى مستوى التطوير في النادي بشكل عام على النتائج وعلى الشكل والمضمون والمستوى العام لفريق الكوره وحصد البطولات على مستوى كافه المنافسات اللي بيخوضها النادي الاهلي وكافه الرياضات ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معانا، واسعدتنا بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي، لاعب النادي الاهلي سابقا الكابتن حماده مرزوق، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، متشكرين يا استاذ محمد. مشاهدينا نهايه هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعه وبشكر ضيفي الكابتن حماده مرزوق، ولكن ابقوا معنا بعد قليل وبعد الفاصل احنا هنتوقف مع حضراتكم كمان قبل الفاصل مع تقرير خاص من خلاله جماهير النادي الاهلي بتختار، بعض الجماهير والمشاهدين بيختاروا افضل هدف احرزه النادي الاهلي من وجهه نظرهم، وده اللي هنتابعه في التقرير التالي. وبعد الفاصل تعود طبعا باقي فقرات هذا البرنامج، برنامج الاهلي ليله مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والتغطيه المتميزه جدا اللي بيقدمها لنا لكره القدم الاوروبيه وللملاعب العالميه. افضل هدف انا شفته كان للنجم المحبوب محمد ابو تريكه في نهائي بطوله افريقيا في تونس. الحاجه المميزه جدا اللي مش هقدر انساها هدف ابو تريكه في صفاقس تونس، لان احنا كنا خلاص على الاخر والخطه والشغل وكل حاجه كانت مشجعه جدا، لكن في نفس الوقت اصابنا الاحباط، لكن الاهلي هو الاهلي. مفيش احلى ولا امتع من هدف ابو تريكه العالمي في صفاقسي. طبعا الهدف ده كان بالنسبه لنا بيحيينا من اول وجديد، كان بالنسبه لنا فرحه عالميه لا توصف. بتاع ابو تريكه في صفاقس التونسي كان هدف كويس، كنا خلاص يعني شايف رايحين، جه الجون غير المقاليب بتاع المباراه كله، كانت فرحه حلوه ساعتها. بتاع وليد اثاره في ماتش الترجي لما كان راح منفرد في اتنين وراه وراح كسر وراح مطشها بوش رجله، كان من احسن الاهداف اللي شفتها الاهلي بصراحه. هدف ابو تريكه في ماتش الزمالك في ملعب الجونه 4-2 ماتش افريقيا. بتاع وليد اثاره بتاع الزمالك بتاع الشناوي لما وقع. في افضل هدف اللي ما انساهوش بتاع متعب الكونفدراليه، جون يعني دقيقه حاجه و90 تقريبا اللي هو جاب لنا البطوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين مع حضراتكم في الأهلي الليلة والجزء الأخير من حلقة اليوم وهو جزء الخاص بالكرة العالمية. في نفس الوقت اللي بنكلم حضراتكم فيه حاليا بيقام حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم لمجلة فرانس فوتبول واللي معروفة باسم البالوندور، بعد انفصال فرانس فوتبول عن الفيفا يعني ثالث سنة على التوالي. كل واحد بينظم الحفلة بمفرده، الفيفا بقى عنده جايزته الخاصة بيه بقى اسمها The Best، وفرانس فوتبول عندها الجايزة،
الكرة الذهبية الخاصة بيها واسمها البالون دور، ودي طبعا يعني دي اللي احنا متعودين عليها، ده كل سنة بنشوف افضل لاعب في العالم هو بيحصل على الكرة الذهبية اللي شكلها اكيد كله معروف بالنسبة لجمهور كرة القدم. لكن الحفلة شغالة، وصلت بعض التسريبات اللي بتقول ان لوكا مودريتش هو اللي هيفوز بالجائزة، لكن هنتابع معاكم لحظة بلحظة، مش عايزين نسبق الأحداث، لكن خلونا نبدأ معاكم سريعا عشان خاطر يعني معانا أخبار سريعة وأخبار مهمة جدا، فبالتالي عايزين إن شاء الله نلحق ناخد أكبر عدد ممكن من الأخبار الخاصة بالكرة العالمية. أقيمت أمس قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 واللي أقيمت في العاصمة دبلن عاصمة أيرلندا، وبالتالي أسفرت عن 10 مجموعات، بنتكلم على تصنيف أول وتصنيف تاني وتصنيف ثالث ورابع وخامس وسادس، 10 مجموعات، أقوى 10 منتخبات في التصنيف الأول موجودين على رؤوس العشر مجموعات، يليهم التصنيف الثاني وليهم التصنيف الثالث، وبالتالي القوة اللي كنا بنشوفها في بطولة أو دوري الأمم الأوروبية مش هنشوفها في بطولة أو تصفيات بطولة الأمم الأوروبية. هنقول لحضراتكم المجموعات دلوقتي، هتظهر على حضراتكم قدامكم على الشاشة عشان ناخد مع حضراتكم مجموعة مجموعة ونعرف حضراتكم المجموعات. المجموعة الأولى منتخب إنجلترا معاه منتخب التشيك وبلغاريا ومونتينيجرو ومنتخب كوسوفو. المجموعة الثانية البرتغال وأوكرانيا وصربيا ليتوانيا ولوكسمبورغ. المجموعة الثالثة هولندا وألمانيا، ودي مجموعة أكيد قوية جدا بالمناسبة، منتخب الألماني في التصنيف الثاني وبالتالي موجود مع منتخب هولندا علشان يبقى موجود معاه في المجموعة الخاصة به بدوري أمم الأوروبية، وأيضا موجود معاه في تصفيات الأمم الأوروبية المقامة في 2020، ومنتخب أيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا. المجموعة الرابعة سويسرا والدنمارك وجمهورية أيرلندا وجورجيا ومنتخب جبل طارق. أما المجموعة الخامسة، ودي آخر مجموعة في المجموعات اللي بتتكون من 5 منتخبات، بداية من المجموعة السادسة هنلاقي من 6 ل 10 هنلاقي كل مجموعة فيها 6 منتخبات. المجموعة الخامسة كرواتيا ويلز سلوفاكيا المجر أذربيجان. أما المجموعة السادسة أسبانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجزر الفارو ومالطا. المجموعة السابعة منتخب بولندا والنمسا وسلوفينيا ومقدونيا ولاتفيا. المجموعة الثامنة فرنسا وأيسلندا وتركيا وألبانيا ومولدوفا وأندورا. المجموعة التاسعة وقبل الأخيرة المنتخب البلجيكي وروسيا واسكتلندا وأبروس وكازاخستان وسان مارينو. المجموعة العاشرة والأخيرة منتخب إيطاليا والمنتخب البوسني وفنلندا واليونان وأرمينيا وليشتنشتاين. دول 10 مجموعات في تصفيات أمم أوروبا 2020. أشرح لحضراتكم سريعا بعض النقاط الخاصة بالبطولة. أولا بيصعد من كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني، وبالتالي يكون عندنا 20 منتخب. أما الأربع مراكز المتبقية فهم لأصحاب المراكز اللي هيفوزوا بتصنيف كل يعني عندنا أربع منتخبات هيصعدوا من دوري الأمم الأوروبية، دول اللي هيفوز بطل كل تصنيف هو ده صاحب الأربع مراكز المتبقية في بطولة الأمم الأوروبية. طيب لو في منتخب صعد من خلال التصفيات وصعد أيضا من خلال دوري الأمم الأوروبية، الفريق اللي أقل منه والأقرب ليه في المراكز هو ده اللي يكون ليه الفرصة في الصعود، بمعنى أن منتخب مجموعة الثالثة اللي فيها منتخب هولندا وألمانيا، منتخب هولندا بينافس وهيلعب قبل النهائي وعنده فرصة أنه ممكن يفوز يكون بطل التصنيف. طيب لو منتخب هولندا صعد عن طريق دوري الأمم الأوروبية إيه اللي هيحصل؟ يناخد المنتخب صاحب المركز الثالث، وبالتالي يكون في فرصة لأكبر قدر ممكن من المنتخبات أن هي تشارك في دوري بطولة الأمم الأوروبية لتكون سنة 2020، والبطولة هتتلعب في 12 مدينة مختلفة في أوروبا علشان تكون ما بين أكبر قدر ممكن من الدول وأن هم ينالوا التنظيم وشرف التنظيم.
لكن طبعا هي اكيد يعني بطوله مهمه جدا وقرعه مهمه جدا، وكمان هنتكلم اكتر في يعني بطوله او نظام جديد حطه الاتحاد الاوروبي لكره القدم في بطوله جديده وفي اضافه بطوله جديده. دي الجزء الخاص ب قرعه الامم الاوروبيه 2020. نروح للخبر الثاني وخبر مهم جدا من تسريبات خاصه من سكاي سبورتس الايطاليه بالفائز بالكره الذهبيه لعام 2018. عام 2018 البالون دور دي اخر جائزه متبقيه من الجوائز الكبرى اللي موجوده. الجائزه الاولى كانت افضل لاعب في اوروبا وبالتالي حصل عليها لوكا مودريتش، كمان حصل على جائزه افضل لاعب من الفيفا، وزي ما حضراتكم شايفين ده صوره لوكا مودريتش وهو حاصل على جائزه افضل لاعب في اوروبا، حصل كمان على افضل لاعب في الفيفا جائزه ذا بيست، وكمان على بعد خطوات ودقائق من اعلانه من العاصمه الفرنسيه باريس لفوزه بجائزه افضل لاعب في العالم من الجريده اللي بينظمها فرانس فوتبول. بالمناسبه خرجت كمان بعض التسريبات بتقول ان رونالدو هو صاحب المركز الثاني وانطوان جريزمان صاحب المركز الثالث، اما المركز الرابع هو امبابي، والخامس ليونيل ميسي، والسادس هو المصري محمد صلاح. لكن بعد التسريبات اللي خرجت وعدم وجود سريه مطلقه من الفرنس فوتبول او جائزه البالون دور، في اكثر من لاعب هيعتذر عن الحضور. محمد صلاح مش هيكون موجود، جريزمان مش هيكون موجود، وميسي ايضا مش هيكون موجود، واعتقد كمان ان رونالدو ممكن ما يكونش موجود، وبالتالي الحفله بتفقد رونقها، بتفقد النجوميه اللي احنا ممكن نشوفها. ان طبعا اي حفله ان اي حفله بتكون فيها نجوم كتيره جدا هي بتجذب الانظار. تاني ناكد على الساده المشاهدين 30 لاعب مرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم، مفيش لاعب بيتم الاعلان عنه، مفيش زي جائزه ذا بيست مفيش حاجه اسمها التوب 3 او التوب 5، لا هم بيبقوا على الهواء مباشره بيتم اعلان صاحب ثلاث مراكز الاول والثاني والثالث. فطبعا هيكون في ترتيب من الاول لل30. احنا قلنا لحضراتكم اللي يخص يعني يخصنا كمصر ويخصنا كمشاهدين كره قدم، بما ان احنا بنحب رونالدو بنحب ميسي فعرفنا حضراتكم ده هيكون فين وده هيكون فين. فتاني هقول لحضراتكم لوكا مودريتش من على حسب تسريبات سكاي سبورتس الايطاليه وبعض التسريبات الخاصه اللي احنا حاولنا نوصل لها ونعرف ان لوكا مودريتش في المركز الاول ورونالدو في المركز الثاني وجريزمان في المركز الثالث وامبابي في الرابع وميسي في الخامس ومحمد صلاح في السادس، لكن في انتظار الاعلان الرسمي لتسليم الجوائز وهنشوف هل التسريبات صحيحه ولا هي مجرد اجتهادات صحفيه. مانشستر يونايتد بيجهز 80 مليون يورو لتعويض او احتماليه تعاقد دخية مع نادي اخر بنهايه الموسم الحالي. دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد الحارس الدولي الاسباني بينتهي عقده مع فريق مانشستر يونايتد اخر الموسم، وبالتالي بيكفورد هو البديل لدخية في حاله انتقاله لنادي اخر. طبعا ابرز المرشحين للتعاقد مع دخية بنتكلم في يوفنتوس، بنتكلم في باريس سان جيرمان، واكيد طبعا حارس دولي كبير جدا، ولما يكون حارس بالحجم ده هيروح نادي بدون مقابل اعتقد ان دي كمان هتكون ضربه موجعه اكتر لفريق مانشستر. وبما ان احنا بنتكلم على مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد عنده يوم الاربعاء مباراه مهمه جدا امام ارسنال، في حاله فشله في الفوز هيتم اعلان اقاله جوزيه مورينيو رسميا من تدريب الفريق، لكن هي مجرد اخبار، لما بنشوف قدامنا الحدث بيحصل بيكون اكيد 100%. نروح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإعلان عن بطولة جديدة في أو بطولة مماثلة لدوري الأبطال هتسمى بدوري الأبطال رقم 2. نفس القواعد ونفس الشروط ونفس كل حاجة، نفس الأدوار، طبعا 32 منتخب بنلعب فيه 8 مجموعات وفي الجولة 16 وربع النهائي ونصف النهائي و دور النهائي، هتتلعب كل يوم خميس من البطولة. وبالتالي ايه هدف البطولة او ايه الهدف منها؟ الهدف من البطولة هو تسليط الأضواء على بعض الأندية التي لم تشارك في دوري الأبطال او في بطولة اليوروبا ليج، وبالتالي هنا بيعمل احتكاك قوي جدا في كل الأندية، ما يبقاش أندية بتشارك كل سنة في دوري الأبطال وفي اليوروبا ليج وأندية ما عندهاش فرصة في الوصول إلى أي بطولة منهم هما الاثنين. علشان كده كانت فكرة جيدة بعد اجتماع الكونجرس
في دبلن في أيرلندا، أخذوا قرار أن هيتم انطلاق بطولة تبدأ من 2021 أول نسخة للبطولة، علشان تكون الهدف منها أكيد هدف تسويقي، وأيضا في نفس الوقت أن هي تكون لها هدف سامي ما بين الأندية أن هم يخشوا في مشاركات قوية ويحسوا أن هم بيلعبوا في بطولة مش منعزلين عن العالم. لكن أكيد خطوة جيدة جدا من الاتحاد الأوروبي. بيعجبني جدا الاتحاد اللي بيجي علشان يطور من لعبة، يعني مع احترامي طبعا الكامل لأي حد بيتفرج علينا أو بيسمعنا، يعني في فرق لما أنا أكون موجود في منصب علشان أكون موجود فيه. يعني أنا موجود في منصب، أنا موجود علشان أنظم بطولة، دي حاجة طبيعية. يعني أي حد بيكون موجود في أي منصب أكيد هو موجود بيعرف ينظم، لكن أنا وجودي في المنصب ده إيه اللي أنا هضيفه؟ مفروض أن أي حد بيبقى موجود في منصب داخل المنظومة القروية، مش هتكلم بس عن مصر، هتكلم بشكل عام عشان ما حدش ياخد الكلام بشكل خاطئ، ان احنا لازم نكون موجودين في اتحاد او في نادي علشان نطور من النادي، نطور من اللعبة، نطور من المنظومة. اتحاد الدولي او اتحاد الاوروبي زي ما حضراتكم شايفين في سنتين عمل دوري الامم الاوروبية، عمل بطولة تانية زي دوري الابطال، والموضوع مستمر ومفيش اي تعثرات ولا في اي مشاكل ولا في اي حد بيشتكي، وفي نفس الوقت الانديه مبسوطه، بيعرف ان هو ازاي يرضي الانديه وبيعرف ان هو ازاي يطور. طبعا هيكسب، طبعا في ربح وفي مكسب مادي، لكن في نفس الوقت في مكسب معنوي، وهو ان الانديه اللي موجوده في اوروبا، وكمان هو شرط ان هو يتم تمثيل دوري ابطال اوروبا 2 يكون فيه 34 دوله هتشارك فيه، هيختاروا من كل دوله او عدد الفرق اللي هتكون موجوده من ال 34 دوله 32 فريق علشان يلعبوا في 8 مجموعات. لسه الكرايتيريا او لسه اللي بنتكلم على اللوائح والقوانين لسه هيتم طرحها في وقت اخر، لكن بتكلم على اللي موجود حاليا، ان القرار اللي اتاخد ده قرار انا شايف ان هو قرار مهم جدا جدا علشان ما ناخدش وقت اكبر من اللازم ونشوف باقي الاخبار، لكن خطوه جيده وبطوله تنطلق في 2021 والماتشات هتكون يوم الخميس. وزي ما هم اخذوا القرار بدوري الابطال رقم 2 اخذوا ايضا القرار بتثبيت مباريات دوري الابطال زي ما هي كل 3 و4، وبالتالي الدوريات هتكون سبت وحد وكل واحد يبقى ثابت على ايامه زي ما هي، ما فيش فيها اي تغيير. طبعا أريان روبن واحد من نجوم هولندا واحد من نجوم بايرن ميونخ اللي اعلن رسميا خلاص بنهايه الموسم الحالي انه يعني هينفصل عن نادي بايرن ميونخ بعد 10 سنين من اللعب في صفوف فريق بايرن ميونخ. أريان روبن من 2009 موجود في صفوف الفريق البافاري، منتقل من ريال مدريد مقابل 22.5 مليون باوند. نجح أريان روبن في تحقيق 7 مرات بطولة دوري وكمان دوري الأبطال في موسم 2012 في 2013 بهدفه الشهير في بروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي، وكان هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. المباراة دي كانت سبب كبير في تسمية أريان روبن مستر ويمبلي. حقق روبن 4 ألقاب كأس ألمانيا، 5 سوبر محلية بالإضافة إلى كأس سوبر أوروبي، وكمان بطولة كأس العالم للأندية. طبعا يعني سجل 143 هدف في 305 مباراة لعبها بقميص بايرن ميونخ. لكن أريان روبن من اللعيبة زي ما بنقول عليها لاعب زجاجي، أي إصابة بسيطة بتكبر معاه وبتطول وبيبعد عن الملاعب لفترة طويلة، لكن أريان روبن أكيد ختام جيد في مسيرة ناجحة بكل المقاييس، تحقيق لكل الألقاب والبطولات اللي موجودة مع الفريق البافاري، وهو واحد من الأجنحة الطائرة اللي طبعا خسرها فريق ريال مدريد لما باعها لنادي بايرن ميونخ. رونالدو أكيد ما فيش شك أنه واحد من النجوم اللي كل يوم بيكسر رقم قياسي وكل يوم بيكون عنده الجديد. رونالدو 34 سنة ب 120 مليون يورو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس، لكن يوفنتوس لما اشترى رونالدو ما اشتراش رونالدو، ده اشترى ريال مدريد بالكامل. ريال مدريد منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس انهيار تام، بالعكس مع نادي يوفنتوس الأول في بطولة دوري الأبطال، الأول في بطولة الدوري الإيطالي، خلاص بيحسم اللقب.
بيلعب بيوسع الفارق ما بينه وبين اقرب منافسيه هو نابولي. لكن رونالدو بما ان احنا بنتكلم على رونالدو على الارقام القياسيه فان رونالدو بيعادل رقم جون تشارلز في موسم 58 57 او 57 58 بعد ما سجل 10 اهداف في الدوري الايطالي بعد اول 14 مباراه. وبالتالي رونالدو كل بلد بيروح فيها بيكسر الارقام القياسيه. رونالدو بقى كابوس بالنسبه لاساطير الدول سواء وجوده في انجلترا وتحطيمه الارقام القياسيه كمان في اسبانيا وتحطيمه بعض الارقام او كل الارقام وكمان في ايطاليا. هل بقى رونالدو هيقدر ان هو يحطم كل الارقام ولا هيبدا واحده واحده بيشوف ايه اللي هو هيقدر يحطمه في اطول مده هيكون موجود فيها مع فريق يوفنتوس. الخبر اللي جاي هو خبر احنا عمالين نزيد ونعيد فيه كل حلقه بنتكلم مع حضراتكم في الخبر وبنحكيه وبنقول لحضراتكم ايه اخر المستجدات، لكن هو موضوع غريب جدا. مباراه ريفر بليت وبوكا جونيورز. مباراه بوكا جونيورز وريفر بليت او ريفر بليت وبوكا جونيورز بما ان هي مباراه ريفر بليت المباراه المفروض ان هو الكوميبول او اتحاد جنوب افريقيا او اتحاد امريكا الجنوبيه اسف لكره القدم اعلن ان يوم 9 ديسمبر هتقام المباراه على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمه الاسبانيه مدريد، وهي المباراه الختاميه ومباراه العوده اللي هتحدد مين بطل الكوبا ليبرتادورس. الكوميبول اعلن خلاص ميعاد المباراه، في نفس الوقت الفريقين معترضين على المباراه اصلا. طيب نشوف بوكا جونيورز معترض ليه وريفر بليت معترض ليه. ريفر بليت شايف ان اصلا قرار نقل المباراه بره ملعبه بعد ما الجمهور اشترى التذاكر ده قرار ظالم تماما، وان هو مش هيلعب المباراه خارج ملعبه. بوكا جونيورز معترض على اللعب اصلا وشايف نفسه ان هو البطل وبيستند الى احداث مباراه 2015 ما بين الفريقين في دور الثمانيه واللي حصل فيها في ملعب لابومبانيرا ملعب بوكا جونيورز، ان بين الشوطين لما لعيبه ريفر بليت كانت داخله غرف خلع الملابس احد جمهور بوكا جونيورز القى بقنبله مسيله للدموع في الممر او القى بقنبله دخان. الامر اللي حصل ان اللعيبه اتخنقت ما حدش كان عارف يتنفس، وبالتالي الاتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم اعلن عن فوز فريق ريفر بليت بثلاث اهداف مقابل لا شيء وصعوده للمباراه قبل النهائيه، وفي السنه دي فريق ريفر بليت فاز بالبطوله. فالاثنين زي ما حضراتكم عارفين او زي ما قلت لحضراتكم الاثنين معترضين على اللعب بالمباراه اصلا، وده عنده اسباب وده عنده اسباب. لكن الطريف في الموضوع ان الفيفا عايز قبل يوم 10 ديسمبر يعرف مين هو البطل علشان كاس العالم للانديه هتبدا في يوم 12 في دوله الامارات في اماره ابو ظبي، وبالتالي الموضوع معقد جدا جدا. لازم الكوميبول يتدخل علشان يكون هو الجهه الاقوى اللي تحدد. طبعا الانديه اكيد ليها كل الحق مفيش شك، لكن احنا بنلعب في كره قدم هي منظومه وهي وهي وهي. لازم الاتحاد الدولي يكون عنده الفريق الكسبان يوم قبل يوم 10 ديسمبر من الشهر الحالي. لكن اكيد كل حلقه هنقول لحضراتكم الجديد في الموضوع اللي مش عايز يخلص ده على خير. يعني كان في خبر خاص ببطوله الامم الافريقيه اللي هتقام الله اعلم في الكاميرون ولا في المغرب، ان منتخب غانا وكينيا في بطوله افريقيا 2019 بعد استبعاد المنتخب السيراليوني، والاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف شطب نتائج منتخب سيراليون المشارك في المجموعه السادسه واللي بتضم منتخب غانا وكينيا واثيوبيا بسبب تجميد نشاط الاتحاد السيراليوني دوليا لوجود تدخل حكومي في شؤون كره القدم. منتخب كينيا وغانا بيصعدوا الى نهائيات كاس الامم الافريقيه 2019 دون الحاجه لانتظار نتائج الجوله الاخيره بسبب شطب نتائج سيراليون كما اعلن الكاف. منتخب الكيني بيتصدر المجموعه السادسه برصيد 7 نقاط، يليه منتخب غانا برصيد 6 نقاط، والمنتخب الاثيوبي في المركز الاخير بنقطه واحده. فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بيستغل ان هو موجود في العاصمه الفرنسيه باريس
وبيحاول ان هو يجتمع بالثنائي الخطير امبابي ونيمار على هامش التعاقد مع يعني الاثنين خير وبركه، واحد خير وبركه مش هيخسر، علشان يحاول يتعاقد مع واحد او مع الاثنين لصفوف ريال مدريد في مطلع الموسم المقبل. بعد التقارير اللي انتشرت في الفتره الاخيره ان باريس سان جيرمان ممكن يتخلى عن نيمار مقابل 200 مليون يورو، وكان كلام ايضا يقال ان لو نيمار هينتقل من باريس سان جيرمان هينتقل بنسبه كبيره الى برشلونه، لكن مع كره القدم ومع اللعيبه البرازيليه مفيش حاجه مضمونه 100%. يعني خبر مهم جدا، وانا اعتقد ان هو خبر يعني موجه لبعض جمهور ريال مدريد. اليويفا اعتمد تطبيق الفار في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، ده كان التصريح الطريف على الخبر اللي بقول لحضراتكم عليه، يعني بعد ما الخبر تم اعتماده رسميا من قبل اليويفا او الاتحاد الاوروبي ان الجمهور بيسخر من فريق ريال مدريد وبيقول خلاص جه اللي مش هيخليكوا تعرفوا تاخدوا بطولات بعد كده وهو الفار. الفار كان طبعا احنا عارفين ان كان في مشكله بتقابل التحكيم الاوروبي، على فكره التحكيم انا عندي قناعه ان التحكيم او الحكم هو عنصر بشري، هو وارد ان هو يخطئ حتى لو هو افضل حكم في العالم عشان احنا بشر والبشر دايما بيخطئ، والا كان مش هيبقى موجود معانا على الارض، كان هيبقى موجود مع الملائكه بما انه شخص لا يخطئ. وبالتالي اليويفا اعتمد تطبيق تقنية الفار بداية من دورة 16 بسبب أو لوجود عدالة أكتر ما بين الأندية المشاركة في بطولة دوري الأبطال، لكن هتكون موجودة بشكل كامل من بداية دور المجموعات من موسم 2019 و2020، وهنشوف هل هتضيف إلى البطولة ولا هتقتل أو هتقتل من الإثارة اللي موجودة في دوري الأبطال. فريق نابولي اللي هيلعب مباراة كمان شوية مع أتلانتا في الدوري الإيطالي بيهدد بالانسحاب. ليه بيهدد بالانسحاب؟ موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أعلن أن نابولي سيغادر ملعب المباراة إذا تعرض لهتافات عنصرية تجاه مدينة نابولي من جمهور أتلانتا. طبعا كاليدو كوليبالي تعرض قبل كده أو من سنة ولحد دلوقتي لهتافات عنصريه من جمهور اتلانتا، حاجه اكيد ما فيش فيها روح رياضيه، ما فيش فيها احترام، ما فيش فيها اخلاق، ما فيش فيها ادب، لما يكون لسه لحد دلوقتي في 2018 عندنا موضوع العنصريه وعندنا موضوع الابيض والاسود والاحمر وان في بنفرق ما بين الديانات والالوان وانواع البشر. ما ينفعش، يعني احنا كلنا في الاول وفي الاخر بشر، وكلنا في الاول وفي الاخر لينا احترامنا. يعني كل بالي اكيد صاحب بشره سمراء لكنه لاعب مميز وبيتم احترامه في ايطاليا في مدينه نابولي، لكن ما ينفعش جمهور اتلانتا ان هو يعادي لاعب او يهتف هتافات عنصريه. وكمان شفنا بقى الفريق ازاي رد فعله، ان هو فريق متكاتف ومتجانس مع بعضه، الفريق رئيس النادي والمدير الفني واللعيبه قرروا ان في حاله تكرار هتافات عنصريه داخل الملعب الفريق بالكامل هيغادر ارضيه الملعب، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ده يعني هو ده روح الفريق الواحد. وبالتالي نابولي هنشوف هل الكلام ده هيحصل ولا جمهور اتلانتا هيحترم القواعد وهيحترم الاسس اللي طبعا في سياق واطار كره القدم. فيرجيل فان دايك افضل لاعب في الدوري الانجليزي عن شهر نوفمبر في لفريق ليفربول بعد ما تالق ايضا مع منتخب بلاده منتخب هولندا، وكان سبب رئيسي وسبب كبير جدا سواء في تامين خط دفاعه او احراز هدف قاتل امام المنتخب الالماني وصعوده الى دور قبل النهائي في دوري الامم الاوروبيه. فان دايك اكيد بيحصل على جائزه افضل لاعب في شهر نوفمبر واللي بتقدمها رابطه اللعيبه المحترفين. اخر مباراه اكيد شفناها لليفربول امبارح امام فريق ايفرتون، هو كان سبب في قلشه كده من قلشات فان دايك الهجوميه، سبب في احراز هدف ليفربول، هدف الفوز اللي جه في الدقيقه 96 واللي جابه البلجيكي اوريجي، وهدف اكيد يعني غريب جدا وعجيب جدا في مباراه اكيد كانت قويه من جانب الفريقين. مارك هيوز المدير الفني لفريق ساوثامبتون بيتم اقالته من تدريب الفريق بعد التعادل مع فريق مانشستر يونايتد 2-2. وبالمناسبه مارك هيوز بيسجل رقم تاريخي سلبي في تاريخ البريمير ليج، انه بعد 14 جوله من بدايه الدوري لهذا الموسم احتل المركز ال 18، يعني اقيل مرتين للمره الثانيه
من تدريب فريق انجليزي، كان موجود مع فريق ستوك سيتي، وبعد ستوك سيتي تم اقالته، وكمان بينتقل الى ساوثهامبتون وكمان بيتم اقالته. وان هيوز اول مدرب في تاريخ الدوري الانجليزي بيتم اقالته من فريقين في نفس الموسم، لما كان موجود في ستوك سيتي زي ما قلت لحضراتكم، وكمان موجود مع فريق ساوثهامبتون. لكن مارك هيوز واضح ان هو عنده سوء حظ كبير جدا جدا جدا. محمود حسن تريزيجيه حديث الصحافة التركية قبل مواجهة فنربخشة. فنربخشة واحد من الأندية الكبرى اللي أي لاعب في الدوري التركي بيتمنى أو بيستنى المباراة اللي هيلاعب فيها، سواء فنربخشة أو جلاتا سراي أو بشكتاش. وبالتالي محمود حسن تريزيجيه واحد من اللعيبة اللي بيؤدي بقوة كبيرة في الدوري التركي، بيتألق مع فريق أسون باشا، وكمان هو يعني إن شاء الله يكون من ضمن الأسماء اللي هتخرج من الدوري التركي لأحد الدوريات الكبرى، سواء إنجلترا أو إيطاليا أو أسبانيا. لكن الصحافة التركية سلطت الضوء على المباراة المرتقبة ما بين نادي فنربخشة وقاسم باشا اللي بيلعب في صفوفه محمود حسن تريزيجيه ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري التركي. وصحيفة فوتوماك حذرت دفاع فنربخشة من قدرات محمود حسن تريزيجيه، وقالت طبعا ان هو يعني قاسم باشا بيسعى الى تعميق الجراح الفريق، وان هو يحقق فوز عليه لتقليص الفارق مع بشاك شهير صاحب الصدارة الى نقطتين. المباراة هتبقى قوية جدا، فريق قاسم باشا عايز يثبت نفسه اكتر واكتر في الدوري التركي ويقرب اكتر من المنافسة، وفريق بشكتاش احد اندية القمة، وبالتالي بشكتاش دايما بيبص على الثلاث نقط، او فنربخشة اسف بيبص على فريق على الثلاث نقط. طبعا احنا عارفين ان اكبر ناديين موجودين في تركيا هو فنربخشة وجلاتا سراي. كارتيرون يغادر القاهرة ويقترب من تدريب نادي رين الفرنسي. مستر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيغادر اليوم بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي عقب يعني الاستغناء عنه من تدريب الفريق. وكشفت التقارير الفرنسية ان باتريس كارتيرون مرشح لتدريب نادي رين خلفا لصابري لاموتشي، واللي تمت اقالته بعد الخسارة من فريق ستراسبورغ باربع اهداف مقابل هدف في الجولة 15 من الدوري الفرنسي. وايضا صحيفة ليكيب قالت ان كارتيرون مرشح لتدريب رين بعد رحيله عن الاهلي في الوقت اللي بيفكر في الاعتماد على جوليان ستيفن مدرب فريق التاني او فريق سكند تيم، ويتم المفاضلة ما بين جوليان ستيفان ومستر باتريس كارتيرون. لكن هنشوف مين فيهم اللي هيحقق او مين فيهم اللي هيفوز ب المقعد المدير الفني. نروح لقرعة دور قبل النهائي من التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية، والقرعة أقيمت اليوم وأسفرت عن مواجهة قوية جدا. هو ما فيش غير أربع فرق، والأربعة أقوية جدا، هم الأربعة اللي صعدوا أوائل عن كل مجموعة، سواء منتخب البرتغال أو سويسرا أو هولندا أو إنجلترا. وبالتالي القرعة بتصفر عن البرتغال أمام المنتخب السويسري، ومنتخب هولندا أمام المنتخب الإنجليزي. مباراة هولندا وإنجلترا قوية جدا جدا، بتعيد أمجاد الجيل الذهبي للمنتخب الإنجليزي والجيل الذهبي للمنتخب الهولندي. ساوث جيت وكومان اثنين من اللعيبة اللي أكيد لعبوا مباريات دولية مع المنتخب، وكمان كانوا أحد نجوم المنتخبين اللي لعبوا ضد بعض في العصر الذهبي، سواء بنتكلم في كأس العالم 90 أو بنتكلم بقى في 94 و98 ومايكل أوين وبيكهام ومنتخب هولندا بيركام وكلايفرت، وناس كتيرة جدا ونجوم كتيرة جدا جدا من نجوم المنتخبين. لكن زي ما حضراتكم تابعتم، أو زي ما هقول لحضراتكم، إن مباريات دور قبل النهائي بين البرتغال وسويسرا أو هولندا ضد إنجلترا، المباراة الأولى هتقام يوم 5 يونيو، والمباراة الثانية هتقام يوم 6 يونيو، أما المباراة النهائية هتكون في 9 من نفس الشهر. يعني
كلها هتكون يعني كله ورا بعضه، يعني 6 يونيو، يعني 5 يونيو مباراه البرتغال وسويسرا، و6 يونيو مباراه هولندا وانجلترا. البرتغال وسويسرا هيكون في فايز، وهولندا وانجلترا هيكون في فايز. الفايز مع الفايز في المباراه النهائيه هتكون بعد المباراه الثانيه بثلاث ايام، علشان تقام يوم 9 يونيو، ولسه بنتكلم في 6 شهور على اقامه المباراه قبل النهائي. والنهائي لسه اكيد فيه قرعه خاصه بالتصنيف الثاني والتصنيف الثالث والتصنيف الرابع، زي ما قلت لحضراتكم في الاول خبر الخاص بقرعه الامم الاوروبيه 2020، ان صاحب او البطل في التصنيف الاول والبطل في التصنيف الثاني والبطل في التصنيف الثالث والبطل في التصنيف الرابع، الاربعه هيكونوا موجودين في او هيحجزوا اماكنهم في اليورو 2020. لكن لو فشلوا في الصعود من دور المجموعات في قرعه تصفيات الامم الاوروبيه، زي ما قلت لحضراتكم الاولويه بتكون للمنتخب صاحب المركز الادنى. يعني لو عندنا اول وثاني، والاول هو صاحب التصنيف الاول او بطل التصنيف الاول، يخش معاه بدل المركز الاول المركز الثالث، يكون الثاني والثالث هم اللي يصعدوا الى دوري او بطوله الامم الاوروبيه. يعني اكيد بطوله الهدف منها ربح، الهدف منها الاستغناء عن اللقاءات الوديه او بعض اللقاءات الوديه، في نفس الوقت تلعب ضد منتخبات تصنيفها قوي. انت كمنتخب انجلترا او منتخب هولندا او منتخب اسبانيا او كرواتيا او البرتغال او سويسرا او بلجيكا، انت بتلعب ضد منتخبات قويه في نفس المستوى الخاص بيك، منتخبات اصحاب التصنيف الثاني عندهم برضو نفس المميزات. كمان يعني بنتكلم على بطوله تانية خاصه بالانديه او بطوله ثالثه غير الدوري الابطال وغير الدوري الاوروبي، دوري الابطال 2، وده اللي خاص بالانديه اللي بلغه الكره يعني مش هنقول مهمشه، لكن اللي ملهاش نصيب وملهاش حظ ان هي تكون موجوده في دوري الابطال. كلوب يكشف عن سبب تغيير محمد صلاح امام ايفرتون، ان يورجن كلوب بعد المباراه الاخيره امام ايفرتون واللي انتهت بفوز فريق ليفربول 1-0 في الدقيقه 96، شفنا تغيير محمد صلاح في الدقيقه 75. محمد صلاح اكيد خارج وهو مش مبسوط، خارج وهو متضايق، لكن متضايق بشكل ايجابي مش متضايق بشكل سلبي. يعني مش خارج قلب وشه، مش خارج بيتكلم، مش خارج معترض. شفنا روح الرياضيه اللي محمد صلاح يعني كان بعض الكاميرات، او شفنا صوره دكه البدلاء بعد احراز هدف ليفربول، شفنا محمد صلاح وفيرمينيو اللي كانوا موجودين على مقاعد البدلاء كانوا مبسوطين جدا، وكان رد فعلهم ايجابي جدا جدا. لكن ايه بقى سر تغيير محمد صلاح اللي كشف عنه كلوب؟ كلوب قال ان كان في قوه من جانب فريق ايفرتون او بعض الخشونه اللي كانت ممكن تؤدي الى اصابه محمد صلاح، وبالتالي هو فضل راحته والاستغناء عنه في اخر جزء من المباراه، علشان عندهم مواجهه مرتقبه في الدوري في بكره وبعد الماتشات في الدوري الانجليزي، وكمان الاسبوع القادم هيكون مباراه الحسم امام فريق نابولي. كلنا شفنا لما محمد صلاح جه يغير التيشيرت الخاص بيه، لسه اصابه سيرجيو راموس لسه مضايقاه، ولسه بيحط يعني بعض التدعيمات اللي موجوده على كتف نجمنا المصري محمد صلاح. كنا موجودين مع حضراتكم في الاهلي الليله، ودي كانت فقره الكره العالميه. ان شاء الله نشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من الاهلي الليله. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.